أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نعم، صدق الله العظيم، أحسنت. والآن جاء كلمة الشيخ دكتور رينغ رينغ لوال، مدير منظمة الدعوة الإسلامية إقليم دولة جنوسلان، ليرحب بضيفنا. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور هاني البنا، مرحبا بك في رئاسة إقليم دولة جنوب السودان، منظمة الدعوة الإسلامية. حقيقة دكتور هاني، طبعا زي ما مذكور هنا، رئيس المنتدى الإسلامي، شخصية وطبيب خريج الأزهر، ولكن شخصية له دور كبير جدا في العمل الإنساني يعني، وبالذات مع الإسلامي ريليف، الإغاثة الإسلامية يعني، والعلاقات بالإغاثة الإسلامية من زمان كنا في الخلاء يعني سبحان الله. امبارح كنا معه وذكر يعني، حتى عارف الاشخاص اللي كان جل الوقت داك في الفتره ده يعني هم بيخدموا العمل الانساني بغض النظر عن الخلفيه شنو يعني، احتياج الانسان في اي مكان هم بيخدموا يعني، فيمكن ده مجالهم بارين فوق جدا، ويمكن ده سبب. برضو بشكر بعد الترحيب، بشكر اخونا مصطفى، جيته هنا ما كان بدعوه مننا، ولكن لأنه أخونا مصطفى رغم أنه زمن ضيق جدا للدكتور هاني البنا في جنوب السودان، قدر يوفر لنا هذا الوقت مش كده، فبنشكره يعني، لأنه أنا عارف أنه في مجالات العمل الإنساني زول يكون زايد بيكون عنده سكدل، فكونه في برنامج يفرغنا هذا الوقت، فشكر مثلا أنه بنشكر رئيس المجلس الإسلامي في دولة جنوب السودان أخونا مصطفى يعني. ثانيا برضو بشكر الحضور على اساس انه كان وقت ضيق جدا، مش كده، كان الوقت ضيق جدا، ولكن برغم ضيق الوقت انه قدر يلبوا هذه الدعوه. طبعا الناس شغالين معنا، دكتور هاني البنا ديل يعني، الناس شغالين معنا في منظمه الدعوه الاسلاميه اقليم دوله جنوب السودان، ولكن لنا شركاء يعني، عندنا مثلا وثيقه ميموراندوم اوف اندرستاندينج مع المجلس الاسلامي، عندنا برضو شخصيات مختلفه على مستوى نشاطاتنا، عندنا مثلا مسؤولين التعليم بالنسبة لدولة جنوب السودان والمجلس الإسلامي، في شخصيات برضو يعني، عندنا بنعمل أشياء برضو مع جامعة جوبا، في ناس موجودين برضو من جامعة جوبا مش كده، فهذا الشخصيات ده تنوع يعني، ما الإقليم بغراه، ولكن برضو يعني موجودين برضو معنا، مثلا مفتي دولة جنوب السودان موجود بين الحضور مش كده، أخونا خميس ندان وقمر يعني، يمكن ده الناس يعني ما جديدين عليك يعني مش كده، فنحن يمكن حاولنا انه في الفتره البسيطه الموجوده ده نستفيد من خبراتكم، وكيف يبقى لنا علاقات بعد كده متطوره معاكم ان شاء الله. ووجود اخونا مصطفى يمكن ده اول لقاء بينه وبينهم، عملنا حاجات قبل ما الاسلام ريليف، ولكن برضه بوجودك هنا برضه نتمنى انه العلاقه تتوثق ونستفيد من خبراتكم في هذا المجال يعني. فاخيرا برضه بشكر الناس اللي كانوا قائمين في وقت وجيز جدا، قدر انه يحيي لنا حاجه ده، طبعا راسه اخونا طيب الفضل، وبرضو اخونا طارق، وناس الماليه، فبنشكرهم جدا يعني على الوقت الضيق ده وقدر اجري يعني.
فما في حاجه بنقدر نقوله انه تفضل نقول لك البيت بيتك. وطبعا يعني نستفيد من خبراتك في هذا المجال يعني، فتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شكرا على الدعوه وشكرا على الحضور، وشكرا لكم جميعا وجزاكم الله خير. التحديات للعمل الإنساني في أفريقيا كثيرة. طبعا أنا رئيس المنتدى الإنساني وليس الإسلامي، الإنسانية تحديات كثيرة، هذكر منها بعض التحديات الداخلية في المؤسسات. وأهم التحديات الداخلية في المؤسسات اللي هي وجود قدرات بشرية عندها كفاءة، نحن نسميهم human resources. نمرة 2 في التحديات الداخلية للمؤسسة القوانين داخل المؤسسة، رسالة المؤسسة، قيم المؤسسة، أهداف المؤسسة، سياسات المؤسسة وهكذا. التحديات الداخلية في المؤسسة اللي هم من يعملون داخل المؤسسة وخلفياتهم السياسية أو خلفياتهم الثقافية أو خلفياتهم العرقية أو خلفياتهم الإثنية. يعني قد تكون المؤسسة لها شيء فكري واحد، فده تحدي لأنه ما يمثلش المجتمع كله، أو يكونوا متابعين لسياسة معينة لحزب معين أو لجماعة معينة، فده بيكون تحدي أيضا. ومن التحديات الداخلية اللي هي هيكل المؤسسة وكيف نراقب أداء المشاريع وأداء الموظفين داخل المؤسسة. من التحديات الداخلية الوصف الوظيفي لكل موظف وكل قطاع وكل إدارة في المؤسسة، لابد يكون عند كل موظف وكل قطاع وكل إدارة وكل قسم وصف وظيفي، صلاحيات ومسؤوليات. التحديات الأخرى الداخلية لكل مؤسسة ميزانية، ميزانية عامة، وبعدين بعد كده ميزانية لكل قسم، ميزانية لكل إدارة، وميزانية لكل قطاع، وميزانية لكل مشروع. ده تحدي داخلي أيضا، المال. التحديات الداخلية أيضا اللي بنتكلم عنها اللي هي الشفافية. الشفافية اللي هي المعايير الإنسانية، المعايير الإنسانية الحيادية والشفافية والحيادية وعدم الانحياز والإنسانية، وكل هذه المعايير الإنسانية اتفقت عليها الأمم المتحدة مجموعة الصليب الأحمر الدولي. ده تحدي آخر، نحن نكون بنطبق المعايير الإنسانية. من التحديات الداخلية وجود عنصر النساء والشباب في المؤسسة، وجود عنصر النساء والشباب في المؤسسة اللي هم لهم دور مهم جدا، والدور المهم بتاعهم انهم بيمثلوا المجتمع. ومن التحديات الداخلية وجود التنوع العرقي داخل المؤسسة، والتنوع الثقافي والتنوع الديني داخل المؤسسة. يعني احنا في الإغاثة الإسلامية في بريطانيا من التسعينيات كان في بيننا مسلمين ومسيحيين إلى آخره داخل المكتب الرئيسي، مش فقط في المكاتب الفرعية. دي من التحديات أيضا. التحديات اللي أنا بتكلم عنها أيضا اللي هو وجود خطة. هل احنا عندنا خطط بنشتغل بيها؟ هل احنا عندنا استراتيجيات بنتبعها؟ كل هذه تحديات داخلية، كل هذه تحديات داخلية وغيرها كثير جدا. يبقى أول شيء احنا اتكلمنا في التحديات الداخلية. تاني شيء التحديات الخارجية، المجتمع اللي احنا بنشتغل فيه، البلد اللي احنا بنشتغل فيها، القوانين اللي فيه بتحيط بالبلد اللي احنا بنشتغل فيها. قد تكون قوانين معيقة للعمل، قد يكون دولة يعني السلطة فيها للجهات العسكرية أو الأمنية، فبتكني إيه صعب الحركة بتاعت المؤسسات المجتمع المدني. فالقوانين، مساحة الحريات
في المجتمع نفسه في في المجتمع نفسه احنا بنشتغل فيه. كميه الخلافات والصراعات اللي داخل المجتمع اللي احنا بنشتغل فيها، يعني زي ما كان حاصل هنا قبل كده ان كان في مواجهات مسلحه، والحمد لله جه السلام، ودلوقتي نتمتع بهذا السلام اللي يتمنى انه يستمر لسنوات قادمه، لان مفيش تنميه من غير سلام، مفيش بناء من غير سلام، مفيش استثمار من غير سلام، مفيش اقتصاد من غير سلام. فالتحديات المجتمعيه في الدوله ان يكون في صراعات زي ما احنا شايفين في سوريا، شايفين في اليمن، شايفين في ليبيا، وكان هنا موجود في خلال الخمس او ست سنوات الماضيه، وهكذا يعني. فدي تحديات في الايه في الدوله اللي احنا بنشتغل فيها. التحديات داخل الدوله ايضا اللي هو لو احنا بنتكلم على القوانين التي بتجبر الدوله على انها تعيق العمل، زي قوانين محاربه الارهاب، خاصه ارتبط الارهاب في العالم كله باسم الاسلام، فاصبح كل الاعمال الاسلاميه مقترنه ايه او الناس بتشك فيها لان يثبت العكس. ده تحدي اخر اللي هو الاسلاموفوبيا. الاسلاموفوبيا بنتكلم عنها. من التحديات في المجتمع نفسه ان الرساله بتاعتي للمجتمع شكلها ايه، علشان هو المجتمع بيبص لي انا كمان، يعني المجتمع بينظر الي، بينظر الي ان انا مؤسسه احاديه الفكر، او مؤسسه متعدده الافكار، او مؤسسه لها ثقافات متعدده وعرقيات متعدده وديانات متعدده. دي تحديات في المجتمع اللي احنا فيه. تحديات في المجتمع، هل احنا عارفين المجتمع بتاعنا وتركيبته فيها ايه؟ يعني كتير جدا من المؤسسات لو مثلا هي جايه من الشمال ممكن ما تعرفش اهل الجنوب عايشين ازاي، او من الشرق ما تعرفش اهل الغرب عايشين ازاي. فدي مهمه جدا من التحديات اللي هي ايه على مستوى المجتمع اللي احنا بنتكلم فيه. من التحديات الاخرى على مستوى المجتمع اللي هو كيف نجمع المال من المجتمع بتاعنا، يعني كيف نجمع المال من المجتمع بتاعنا. هل احنا عندنا قدرة على ان نجمع التبرعات ونجمع العون من المجتمع بتاعنا؟ هل المجتمع بتاعنا فيه تبرعات ومواد عينية وكذا؟ التحديات الاخرى ايضا في المجتمع، هل احنا عندنا برامج تأهيلية للموارد البشرية في الوطن ولا لا؟ عشان ندرب الشباب وندرب الشابات اللي بنتكلم عنهم. دي حاجة تانية بنتكلم فيها. من التحديات الأخرى برضك في المجتمع اللي هو البطالة. البطالة ودور المؤسسة. ودور المؤسسة في علاج أزمة البطالة في المجتمع. من التحديات الأخرى أيضا عندنا اللي هو ارتفاع مستوى اللي هو الجهل. او اللي هو بنسميه اللي هو الاميه في البلد، تحدي الليترسي ده مهم جدا علشان نشوف المدارس اللي عندنا خاصه مع الناس كبار السن. من التحديات اللي في المجتمع اللي هو التطوع، هل في عندنا منظومه للتطوع داخل المجتمع نستطيع من خلالها ان نطلع قيادات للمؤسسه في المستقبل ولا لا؟ هل التطوع جزء من الماده الدراسيه ان المؤسسه بتدرسوا او بتجيب الناس عندهم في المؤسسه عشان يتعلموا ولا لا؟ من التحديات الاخرى في المجتمع اللي هو قلنا القوانين، العلاقات، يعني هل احنا بنبني شراكات بيننا والمؤسسات الاخرى ولا لا؟ ولا كل واحد فينا شغال لوحده؟ عدم وجود ائتلافات واتحادات وشراكات ما بين مؤسستنا ومؤسسات الاخرى. احنا ما زلنا نخشى من الاخر، والاخر ده سوداني من الجنوب. ليه بنخشى من الاخر واحنا مؤسستنا هي مؤسسه مجتمع مدني؟ معنى مؤسسه مجتمع مدني يعني انها مملوكه للمجتمع وليست مملوكه لمؤسسه معينه او لجهه معينه او لحزب سياسي معين او لجماعه معينه. مؤسسه المجتمع المدني معناها ان المجتمع هو الذي يملكها، ها، وليس اصحاب المؤسسه فقط هم اللي يملكوها. دي تحديات كثيره جدا على مستوى المجتمع اللي احنا بنتكلم فيه.
التحديات الدولية، يبقى أنا كنت عم تحديات داخلية في المؤسسة، التحديات على مستوى الوطن والدولة والمجتمع، ما التحديات الدولية. أول شيء في التحديات الدولية نتكلم عليها هي الإسلاموفوبيا وقوانين التطرف، محاربة التطرف والإرهاب اللي موجودة، اللي هي بتعيق كل عمل لأي جمعية إسلامية أو غير إسلامية، لأن حتى القوانين دي أصبحت تعيق ها المؤسسات الغير إسلامية. إزاي؟ في تحويل الأموال، أصبح البنوك دلوقتي يمنعوا تحويل الأموال لمناطق الصراعات في جنوب السودان، في سوريا، في اليمن، في العراق، في ليبيا إلى آخره. البنوك بتخاف تحول الأموال، لذلك ممكن ده تقع هذه الأموال في أيادي غير أمينة. يبقى بنتكلم على الإسلاموفوبيا، بنتكلم على تحويل الأموال، بنتكلم على الحرب والإرهاب والتطرف إلى آخره إلى آخره. التحديات الدولية إلى صورتنا، يعني ماذا يريد المجتمع الدولي منكم أنتم؟ لأن المجتمع الدولي أو المؤسسات الدولية أو مؤسسات الأمم المتحدة عندها رؤية وعندها استراتيجية. لو أنت مش هترتقي للرؤية والاستراتيجية مش هيشتغلوا معك، مش هيشتغلوا معك. وساعتها أن إحنا نعمل إيه؟ نقول والله المؤسسات دي مؤسسات إن شاء الله، دول مؤسسات يعني عنصرية تعمل ضدنا احنا. لا، هي مؤسسات وضعت لنفسها سياسات، وضعت نفسها معايير، وضعت نفسها اطر، وضعت نفسها شروط للدعم. لو انت بتحقق الشروط دول بتاخد الدعم، ما بتحققهاش مش هتاخد الدعم. يعني كيف تضع من حصات التحديات الخارجية اللي هي شروط المانح، والمانح ده ممكن يكون شخص، ممكن تكون جمعية، ممكن تكون دولة، ممكن تكون أمم متحدة. كل هذه التحديات الخارجية موجودة. من التحديات الخارجية أيضا في المجتمع والخارجية اللي هو التغير المناخي، خاصة في أفريقيا التغير المناخي نتكلم عنه، وطبعا هو تأثير التغير المناخي على المجتمع وعلى اللي هو الهجرة بتاعت الناس. من التحديات الخارجية أيضا اللي هي الهجرة الاقتصادية. يعني ليه أوروبا بتدي فلوس لتركيا دلوقتي عشان تمنع هجرة السوريين لأوروبا؟ الشباب اللي عندنا في بلادنا بيطلعوا على ليبيا وبيطلعوا على مصر أو بيطلعوا على أي حتة عشان يطلعوا على إيه؟ على إيطاليا وعلى اليونان إلى آخره. فدي تحديات اللي هي الهجرة الاقتصادية، اللي هي ما بينها مجتمع داخلي معدوم وعايزة تطلع لمجتمع آخر. أنا أعتقد أن كلمت بالي قد إيه دلوقتي؟ How long I talk because I don't want to talk too much. فأنا بس في عجالة كده ربع ساعة تلت ساعة. فدي بعض التحديات وليست كل التحديات، ولكن أنا حعمله دلوقتي أن أنا حخليكم أنتم تسألوا أسئلة او تحطوا ارائكم علشان ما يبقاش الموضوع واحد بيتكلم وخلاص. واضح؟ خلي ده خيوط طبعا عشان يبقى في تفاعل، مش كده؟ لانه الناس اللي قاعدين هنا يمكن في تحديات هو ما عنده خبره عنه، مش كده؟ ولكن تخيل الحاجات اللي تطرق عليه بيشمل اي حاجه موجود هنا، مش كده؟ ف لما يبقى في تساؤل او استفسار، مش كده، بيبقى علاقه جانبيه، يعني الحاجه البيئه ان احنا عايشين فوق ده ان احنا محتاجين شنو، فيبقى تفاعل بدل ما يبقى محاضره من جانب واحد. فاحسن برضه يدي فرصه للناس الموجودين على اساس انه الحاجات اللي بتجي منه ده حاجات اساسا واقع انتوا عايشينه، مش كده؟ ويمكن بعد كده بتجربه موجوده عنده في امثله كثيره جدا بقدر يجاوب على هذه الاسئله يعني. فيتخيل يمكن نترك الفرصه للحضور في مكان هنا في الاواء، في بعض الشباب عايزين يقعدوا هنا. اخت من اخواتي تقعد في الكنبه هنا، وفي مكان في الامان كده. وقادم شنو؟ عارف
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نرحب بالخبير الدولي الدكتور هاني البنا. أنا عندي استفسار، إحنا في منظمات طوعية مثلا بنعاني بعد نكون في مشاريع لأن نقدمها لمنظمات الأمم المتحدة، المنظمات الوطنية مثلا بتعاني معاناة في الاستجابة لهذه المشروعات، فهل القصة دي هم إحنا فهمنا أنه هي بتهتم بالمشاريع بتيجي من المنظمات الكنسية سواء كان في التعليم في الصحة في البنيات التحتية في المشاريع التنموية، فمعظم المشاريع اللي بتقدم لمنظمات الأمم المتحدة ما بتجد الاستجابة السريعة أو ربما ترفض أو ربما تؤخر، لكن نفس المشاريع دي لو قدمت من منظمات كنسية يعني عندها صبغة كنسية وعندها توجه كنسي تبشيري بتجد استجابة سريعة جدا من منظمات الأمم المتحدة. فإحنا ما أعرف هل المشكلة دي فيه إحنا كمنظمات وطنية أو المشكلة أصلا ما إحنا ما مستهدفين بالتمويل، في حين أنه الدول دي معظمها هي دول شريكة في الأمم المتحدة وعندها مساهمات وعندها اشتراكات بتدفعها سنوي، فمن عندها حق مفترض تقدم للمشاريع دي وتنال نصيبة فيها، ففي معاناة شديدة جدا حتى في المشاريع بتاعت الكباسيتي بيلدينج برضو بناء القدرات في مشاكل كثيرة جدا أنه المنظمات الوطنية ما بتجد نصيبة في تمويل هذه المشاريع عشان الأقل المواطن في هذه الدول الأفريقية يجد النصيب الكبير لتنمية المجتمع وتدريب الكوادر العاملة في المنظمات الوطنية أو في المجتمع عامة يعني، فدي مشاكل احنا بنعاني منها كثير جدا. حتى مشاريع الإغاثة سواء كان في التوزيعات الإغاثية في جنرال ديستريبيوشن في التارجت جروب، فالمشاريع دي برضه بعد تقدم للمنظمات المانحة ما بتجد الاستجابة من الدونرز، بيكون في يعني تباطؤ سريع يعني تباطؤ بصورة واضحة جدا من الاستجابة من المنظمات المانحة. وشكرا لكم. طبعا دي مشكلة كبيرة، بس زي ما انا قلت قبل كده هو المشكلة لها كذا سبب. اول حاجة، هل احنا بنتواصل مع مؤسسات الامم المتحدة ونقول لهم احنا عايزين نحضر الجلسات بتاعتكم، هم عندهم حاجة اسمها كلاستر عاملينها علشان كلاستر للمية كلاستر للووش اللي هو الصحة والكلاستر للتعليم كلاستر للأطفال والشباب إلى آخر يعني. هل إحنا بنتواصل إحنا أيضا يا أخ اسمه الفضل ولا طيب أخ طيب، إحنا بردك لازم نتواصل مع الأمم المتحدة وغيرها. أنا أديك مثل، إحنا سجلنا الإغاثة الإسلامية في سنة 89، هي بدأت الشغل سنة 84، 89 خدنا التسجيل الرسمي، 93 يعني بعد 4 سنين كان عندنا عضوية في المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع للأمم المتحدة، فأصبح من حقنا إحنا إن نحضر كل اجتماعات الأمم المتحدة في العالم سواء كان في حقوق الإنسان أو في الاقتصاد أو الأخ. فإحنا بدأنا بأننا نتواصل مع الأمم المتحدة في كل مؤسساتها، فأصبح فيه دلوقتي مذكرات تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي مع المفوضية العليا للاجئين مع برنامج المرأة مع والإسكان مع كتير، لأن المؤسسة بتؤمن أنها بتتواصل. من حقك أنك تروح تخبط تقول أنا عايز أحضر كمؤسسة وطنية، ده من حقك، لا يستطيع أحد أنه لك ما تجيش، خلاص. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المشكلة عندنا إيه؟ أن احنا لما بنيجي نقدم على مشاريع أو دعم ما عندناش ناس مؤهلين كفاية يكتبوا المشاريع بالطريقة اللي عايزاها المؤسسات الدولية. يعني هديك مثلا، كنت في القاهرة في أسوان في مصر عام 2012 أو آخر 2012، كان عندنا مجموعة كبيرة جدا موجودة حالياً كمية واحد كانوا في الجلسة، في بس 2 أو 3 مسيحيين. الإخوة المسلمين بيتكلموا بمنتهى العاطفة بلك، لكن لما الإخوة المسيحيين اتكلموا بالطريقة المهنية التقنية. وللأسف إحنا عندنا قضية لكن ما عندناش مهنية، وده تحدي. لذلك أنا بتكلم عن إيه أخ الفضل، بتكلم عن أن يكون جزء من مالي هو تأهيل الموظفين، جزء من مالي إن أنا أوظف الأحسن. زي ما بنت سيدنا شعيب قالت لابوها لما شافت سيدنا موسى
انت كنت موسى انت ولا ايه؟ لا خير بس عجبت القوي الامين. القوي القوي اللي هو عنده قدره، اللي هو عنده قدره وعنده كفاءه. الامين ده انا وانت كلنا امناء، الامانه شيء ليك انت لكن القدره للمجتمع. فجات القدره او القوه في الاول، فاحنا ساعات بنيجي موظفينا نختار من نطمئن لهم، ودي مش مشكله، بس هل من اطمئن له قادر على كتابه مشاريع، قادر على التواصل مع الناس، قادر على التحدث بلغات مختلفه الى اخره. دي تحديات يا اخ طيب. فلما ننظر لمثل هذه التحديات انا داخليا، واخد بالك في اغنيه في مصر قبل كده العب في ام كلثوم، حد يعرف اسمها ام كلثوم؟ فاكرين ام كلثوم؟ العب فيكم يا في حبايبكم، يا في حبايبكم مش حبايبنا، مش حافظ ده اللي يعني. انت بقى الشيخن، العيب فيكم يا في حبيبكم، اما الحب يا روحي عليه، يا روحي عليه. احنا ما بنستثمرش في الهيومن ريسورسز، ما بنستثمرش في بناء القدرات حتى في كل كل يعني، يقول لك ما فيش داعي. يعني انا اكتر حاجه بتتعبني مع المؤسسات العربيه بالدرجه الاولى والاسلاميه بالدرجه الثانيه، ما فيش ميزانيات داخل المؤسسه لبناء القدرات، مفيش ميزانيات داخل مؤسسة لعمل أبحاث، مفيش ميزانيات داخل مؤسسة لعمل إدارة للمناصرة، مناصرة عم نسميها أدفوكسي، مع أن أدفوكسي دي يا مولانا ولا يحد الحد، ده هو الأدفوكسي، ذكر الحد ثلاث مرات في القرآن، ولا يحد أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحد الحد هذا أصبح دلوقتي من المعلوم من الدين بالضرورة في العمل الإنساني، انك تدافع عن حق المرأة، عن حق الطفل، عن حق المناخ، عن حق المغتصبات إلى آخره إلى آخره، والمغتصبين إلى آخره إلى آخره. دي ما عندناش فكرنا الإنساني، لأن احنا ما زلنا أخ طيب بس عشان بكلمك بمنتهى الصراحة، بنعمل بعشوائية وبعاطفية. عمر الغرب ما هيتعامل معاك بعشوائية وعاطفية. هخرج أنا بقى من هناك أقول لك أصل دول إيه؟ كذا 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 كذا. طب ما الاغاثه الاسلاميه بتاخد، طب ما يا مسلم ايد بتاخد، واخد بالك؟ مؤسسات كتير جدا بتاخد في الغرب، من بعض المؤسسات اللي هي الخليجيه بياخدوا من الامم المتحده الى اخره. طب ليه انا ما باخدش؟ بالعكس انت اول ناس سهل انك تاخد منهم، بس ايه المعايير اللي عندك في مؤسستك؟ ايه المرجعيات اللي عندك في المؤسسه؟ ايه الاستراتيجيات؟ احنا النهارده كنا عاملين الصبحيه وفيزيت هوم ذيس مورنينج. يو ار نوتشا. يو ار نوتشا يا ستيف. تيل ذيم ان انجلش. تيل ذيم ان انجلش. كنا راح نزلنا يو ار نوتشا اللي هو الرئيس بتاعهم. العلاقه مع المؤسسات دي بتبقى مبنيه على ثلاث حاجات. اول حاجه انا قابلته في سويسرا من كام شهر واعرفه. حط دي على جنب، دي مش كفايه. لكن هو يعرف المؤسسه من 20 سنه. اشتغلوا معاها ولقوا ان فيها معايير ومصداقيه، فبيقعد معاك علشان نتكلم في المشاريع اللي بيعملوها، اللي هو الاغاثه السريعه، اللي هو الوش، اللي هو عارف وش يعني، اللي هو الميه والصحه والحاجات دي كلها الى اخره. لان انت ليك تاريخ يا اخ طيب. فهل انت ليك تاريخ في العلاقه بينك وبين هؤلاء الناس؟ لما كان بيكلمه الصبحيه بيقول له الحكومه السعوديه بتدينا، والحكومه الامريكيه بتدينا، والحكومه البريطانيه بتدينا اللي هي ديفيد. فالناس بترتاح نفسيا ان انت اصلا عديت على كل هذه الحكومات، عديت على كل هذه المؤسسات. فلذلك يا اخ طيب لابد نستثمر في الكفاءات البشريه وبناء المؤسسه من الداخل علشان الاخرين. الرساله بتاعتنا، انت دلوقتي مش عايز تاخد فلوس مني انا، مش كده؟ هبص على المنشور بتاعك قد كده، وانا راجل في ثقافتي ها المساواه بين المراه والرجل، مش هلاقي ولا صوت ولا امراه في 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 الاعلام بتاعتك. هقفل الموضوع. هل انك بتستعمل الدين كايات وكذا وكذا؟ هتقول لا دي مؤسسه دينيه مش عايزينها. انا بتكلم جد. فالرساله حتى لو كنت انت مؤسسه اسلاميه يكون خطابك انساني. يعني الدين بتاعنا في مجال انساني غير عادي، يعني غير استعمال النصوص والايات والاحاديث. فعلشان الاخر في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه الاسلاموفوبيا
وفي وقت اللي هو الحرب على الارهاب الى اخره، لان في رايي ما فيش حاجه اسمها ارهاب. الارهاب ده بالنسبه لي ايه؟ فنكوش. حد شاف فيلم عادل امام بتاع الفنكوش؟ لا انتوا مش مثقفين بقى. الزعيم ده حد، ها الزعيم ده كله يعرفه يعني. لا الزعيم شيء والفنكوش شيء تاني. ما هو عادل امام تعرف الفنكوش ده معناه ايه؟ واحده. ايوه الله. مين اللي مذاكر ده؟ ارفع ايدك. بتاع كوميونيكيشن. ان هو عمل شيء من لا شيء وباعه للناس. تعرف الحوار بينه وبينهم عمل ايه؟ قال له مش عارف يا صلاح، ولا مش عارف ايه. قال له ايه؟ قال له انت راجل مبدع، انت بعت للشعب الغبي ده شيء مش موجود. انت بتبيع له حاجه سمك في ميه او طير في الهواء، ده الفنكوش. طب اعمل ايه دلوقتي؟ قال له اعمل اي شيء سميه الفنكوش، جلابيه، غطره، جزمه، يعني في الاخر طلعوا حاجه زي دي فنكوش دي، وزود فيها الخمره. الناس لما كانوا بياخدوها كانوا بايه؟ بيسلطنوا. قال له اعمل اي شيء وسميه ايه؟ فسياسه الفنكوش موجوده بس مش مع المؤسسات. يعني المؤسسات قاعدين يقروا، في محاميين، في مشاريع، في ناس بتراجع، في محاسبين ماليين. يعني مره عمل المؤسسه من المؤسسات حاجه اسمها المراجعه الحسابيه التشريحيه، من احد الدول على المؤسسه دي عشان عايز اديها فلوس. تعرفوا كلفه الدوله قد ايه؟ اسمها فرنسك اوديتنج. تعرفوا كلفه الدوله قد ايه؟ حد يديني رقم. 1,000,000 جنيه استرليني عشان يشوفوا كيف تجمع الاموال، ثم كيف تصرف الاموال، وان اين تذهب الاموال. يقول لك طيب انت اشتريت بقر او اشتريت طحين او اشتريت سمسم، عندك الفواتير من الشركه؟ عندي. طب مين هم مجلس اداره الشركه اللي موجوده في السودان او في جنوب السودان او في مالي او في كينيا؟ ولا احد من هؤلاء الناس مجلس اداره الشركه عليه علامه استفهام ولا لا؟ او في خرابه بينه وبينك ولا لا؟ هكذا يا اخ الفضل، الفاضل، هكذا بنتكلم. الطيب مش طيب الفاضل ولا الفاضل الطيب؟ طيب فاضل. الطيب هكذا يا اخ الطيب، بيبصوا لك، هم بيبصوا لك، واخد بالك؟ فده التحدي اللي بنتكلم عنه، واخد بالك؟ لان انا بعد ما كنت في الجلسه بتاعت الاسوان دي، يعني لو انا كنت هكون مانح وعندي 100 جنيه عشان ارضي المسلمين، حد يوم 20 30 جنيه وحد 70 جنيه للمسيحيين، لانهم هيقدروا يصرفوا المال. العمليه مش عمليه عاطفيه، ان انا مسؤول عن المال ده امام صاحب امام دافع الضرائب. يعني كل المال اللي جاي للامم المتحده من الحكومات بيراقبوا دافع الضرائب، اللي ممكن يخلوا رئيس وزراء يقدم استقالته او رئيس جمهوريه يسقط. وجزاكم الله خير. حد تاني يا شباب؟ اتفضل تعالي اختك الاول، اختي وبعدين اتفضلي هنا عشان تحاضري الناس وتشكميهم شكمة اللغة العربية هتموت عندنا هنا. تعالي هنا هنا عشان الكاميرا، عشان الكاميرا. تعالي بالله يا شباب. شكمة فنكوشية ولا عادي؟ شكمة فنكوشية. ايوه يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه السلام. أنا برحب بك في دولة جنوب السودان، وسمعنا التحديات الداخلية والخارجية. نحن دايرين نتكلم في التحديات الداخلية بتحمنا كتير كناس أو كمجموعات، كقوة بشرية بتعمل في مجال إنساني، ناهيك إنه نحن بنعمل في المجال الإسلامي، في المجال الإنساني. وانت قلت ان احنا محتاجين انه نكون تقنيين مهنيين. ما بتكون عندنا مقدرة عشان نقدر نكتب او نسيق او نكتب المشروع، عشان لما المشاريع احنا بنكتبه كمجتمع مسلم توصل ليو ان او توصل لجهات المعنية عشان تصدق لنا. فانا برجو من حضراتكم، نحن نرجو 2 أشياء مهمات
ان احنا بنرجو تاهيل لفئه معينه في كتابه المشاريع والخطط لمجال العمل الانساني الاسلامي. محتاجين انه ندرب عينه تدريب مهني تقني عشان نكون مواكبين، ما انه احنا مواكبين لكن نرجو المزيد. فنحن بنقدم كصوت لدولة جنوب السودان، نحن بنعاني من بعض الاشياء، وانا بفتكر انه التحديات علمنا بعض الداخليات لكن الخارجيات ما علمنا، لكن نتمنى انه تساعدونا تمدونا ترفعونا تشاركونا عشان نقدر نعمل في العمل الإسلامي وسط أهلنا لأنه هم محتاجين. وإنت في محاضرتك إنه الضعف الجهل، نحن بنعاني من الجهل، الجهل الديني، الجهل الاجتماعي، بنتكلم في الإطار الاثنين. فنحن بنرجو إنه يكون عندنا مقدرة تأهيل عشان نقدر نواكب المرحلة، نواكب العالم الإسلامي ماشي وين. بعد ذاك نجي أن احنا كعالم إفريقي أقلاها دولة جنوب السودان. والسلام عليكم. جزاك الله خير يا أختي. ها؟ يعني أي زول اشتغل في مجال معين هل عينه بجيب ديسكريبشن اختار بس ديس فيري امبورتنت. في اخ كان رفع ايده، تعال اتفضل. يلا تفضلوا كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، السيد المنتدب لجنوب السودان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم في الله حسن عبد الله سانسون، مجلس الإسلامي. أنا برحب بالدكتور. أنا بيسأل سؤال هنا، كيف أننا نستثمر الكفاءات البشرية؟ ده النقطة الأول. النقطة الثانية، نعم عندنا تشالنجز، هل هو التشالنجز ده التحديات ده طبعا بيعانينا شديد في جميع المجالات الإنسانية. أنا كنت في منطقة دي مودي إغاثة بالنسبة لمجتمع نازح نزوح من ضربة، وقاموا باللافتة بتاعي قايد قال له أنت متودي الإغاثة ده للمتمردين؟ قلت نو، هكذا خطاب أقراه. وفعلا قام قرا الخطاب المسؤول هناك فقال إتو المسلمين إتو ناس إرهابين. أنا قلت أنا هنا كيف إرهابين؟ أنا هنا ما ناس إرهابين، أنا هنا كعمل إنساني، وديننا بيرد على شرفنا بأننا نحن نعمل عمل إنساني وفي جميع المجالات. وأنا قمت ضربت لكوميشن بتاعي في منطقة بتاعي، فأنا وريته الخبر وهو قام يتكلم بالزول المسؤولين بتاعت الأمن، قال له خلاص افتحوا له الشارع. الزول لا، جانا خبر إلا إذا كانت شنو ما عندكم شنو إلم بكلام ده. فبعد أنا ما وصلت هناك وديت الإغاثة وناديت جزء من المجتمع الغير مسلمة وطلبتهم وقعدت تمام ونلوم أن هنا كوحدة مسلمة ومال أن هنا أصلاً بنخاطب بنستهدف جميع الأطراف كمسلم أو غير مسلم.
بعد ما جانا في الدين الإسلامي لا بد منه أن شنو تضع الحاجة لأي زول المحتاج. نمرة ثلاثة، أنا داير منكم زي ما أنت جيت في 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 زمن الحاضر، أن هنا دارين لا بد أن نأهل الناس. التأهيل مهم شديد زي ما قال الأخت، لأنه الكفاءات ده أن هنا فعلا ما عندنا مال عشان شنو نقدر نأهل الناس. عندنا قدرات ممكن أن هنا نتعامل بكل لطف وبكل طريقة بتمجال الزول المسلم بيقدر بيقدم لجهة معينة ومش في منطقة معينة، في جميع مناطق أنحاء جنوب السودان أننا ممكن نقدر نتحرك ونتعامل به. وإنتوا هتكونوا في 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 مجال كأيون بالنسبة لنا، يعني إنتوا هتقدموا رسالة للحكومة بأنه أن هنا جزء إسلامي أو منظمات إسلامية وليس إرهابية، والعمل اللي هنا قايمين به ده عمل خيري. وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور شكرا إنه لقيتك الليلة، يعني أنا قلت شكرا، أنا سعيد إنه لقيتك، يعني لقيتك. فأنا كنت أنا خميس مرسال من منظمة التواصل الإسلامي، فمرة كنت في واو، أنا أم كاربينتر نجار، يعني عندي ورشة شغال. فجات واحدة بتقدم مديرة بتاعت منظمة بتقدم آليات بتاعت زراعة بتاعت إنتاج للناس، يملك ناس وسائل بتاعت إنتاج، يعني لأنه واو معظم الناس مزارعين فقدم. فهي جات وما شاء الله لابسة سكرت قصير كده و when they was coming out of the car أنا أنت في العربية في شعار بتاع المسجد، يعني شعار بتاع المسجد مكتوب فيه إسلاميك ريليف. سو أنا سألتها قلت لها أنت إيش تشغلة في 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 نوزة؟ قالها يس it's an Islamic organization and then we are dealing with support people what anyway. ف أنا ده واحد من الحياة اللي حصلت، يعني الحياة الثانية أنا قمت أجيت جوبا فلقيت واحدة دكتورة مقدمة لمنظمة ده تشتغل في إسلاميك ريليف. فالمعلومة اللي جاتني إنه يعني هي ما قدروا يقبلوها في المنظمة because she's just a Muslim، يعني ما قدروا يقبلوها هو هي في المنظمة لأنه هي مسلمة. يعني أنا مشيت فتشت وهو شنو يعني الإسلاميك ريليف، what is that Islamic relief is. مشيت خشيت الإنترنت فتشت لقيته، then I get your name، you are the founder of Islamic relief. فأنا قلت يمكن Islamic relief is just an international organization which is not specific Islamic. Even you went to the funding، يعني من وين بيجي التمويل بتاع المصدر بتاع المنظمة، لقيته الزكاة والصدقات، then is a pure Islamic organization. لكن أنا ما أعرف what is happening here in South Sudan، why that organization is like an Islamic organization، because whatever I want to ask and I want to understand I'm just getting Christian that the one dealing with this organization. And yet we have organized Christian organization where they are working, we have World Vision, whatever, is their pure Christian organization. But why the Islamic organization like this organization, which is Islamic Relief, Christian are the one dealing with this? Yani, what is the vision of that organization? Okay, yani, who منظمة إسلامية أنت أنا حال معنا عشان أمشي أقدم ده منظمة إسلامية بتقدم خدمة للناس مجال إسلامي بيوري للناس الله قال والرسول قال. أنا ليه بقدم الخدمة ده من منبع الإسلامي من منطلق إسلامي بوريني إنه الإسلام هو أمرني عشان أقدم الخدمة الإنسانية ده للناس، الإنسانية اللي بقدمه للناس ده وراه الإسلام. So أنا ما أعرف الستاف الموجودين ديل or the Christian that doing this work are they telling people that we are doing this because we are collecting this money from Sadaqat from
from zakah and then giving people? Thank you. So what's your question? My question, I just want to know why Muslims, they are not the one driving Islamic relief in South Sudan. This is my first time to see him. Maybe you can answer. Help us answer. No, it's actually الموضوع من هم اكثر كفاءه. احنا لما بنيجي نقدم على وظائف يعني زي ما بنتكلم احنا كيف نعين الموظفين عندنا. How can we appoint the employees؟ بالاعلان. فالذي يتقدم عن طريق الاعلان وعنده سيره ذاتيه جيده بناخده. If you won't apply, you apply through the advertisement on the website of Islamic Leaf, and if you have a very good strong CV, we'll take you, whether you are a Muslim or non-Muslim. Does make any difference? Okay? You know, the main problem is that even no one can come and convince me that in South Sudan we don't have qualified Muslims. No one will come and convince me that. Okay, it's Islam. Because what I'm saying, we have organizations like Red Cross now, it's an international worldwide. It's not a Christian or Islamic. But what like World Vision is here. World Vision is here. There is no chance even to be given to any, not only Christian, but if you are not Protestant, they will not allow you even to be part of that organization. This is whatever qualification you have. So, see, brother, any organization discriminate against religion, faith, culture, and value is not humanitarian organization. Discriminate. Okay. Any organization, whether Muslims or non-Muslims, okay? When they discriminate, they are not humanitarian. Maybe the doctor can help me, because okay, maybe I understand your point. Yes, can you recruit a Christian with you to come and do Islamic propagation here? Okay. I think the question is very clear. السؤال انا بس عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال للناس الحضور. كل الناس دي شغالين. بعد ما جنوب السودان بقى دولة. الزول اللي اشتغل عملوا اعلان. وتقدمت بشهاداتك وقبلوك بحسب مؤهلاتك الموجود موجود هنا يرفع يده فوق. السؤال تاني اي وظيفه بتاخده مش كده بيبقى فيه اعلان مش كده للوظائف مش كده والوظيفه ده بيبقى له شروط معينه مؤهلات معينة عشان تأخذ الوظيفة ده. مش كده؟ بعد ما جنوب السودان بقى دولة. منو الأخدو بالطريقة ده؟ يعني في إعلان وظيفة وعنده شروط معينة وقدم شروطه وقام أخده من الناس الموجودين هنا. واحد اثنين ثلاثة. You get the point صح؟ يعني أنا حاسة هنا في الموجودين كل زول شغال صح؟ لكن الناس اللي أخذوهم على حسب مؤهلاتهم ثلاثة. عندنا عيال ما أخذوهم. أنا قصدي أنا بسأل ده حتة بس من 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 من, من سؤال. السؤال الثاني أنا سؤال قلته أي بغض النظر عن أي حاجة ما ده أساسا ده حاجة عالمية ما أدري يعني. ده واحد. نمرة اثنين you are MTN, you work with MTN. The importance of communication. Any person, أول حاجة لما السودان كانت دولة كانت لغة التخاطب لغة عربية. وأنا بأكد إنه في ناس مؤهلين باللغة العربية. مش كده؟ لو قدموا أي حسا في جنوب السودان لو قدموا إعلان باللغة العربية المؤهلات الموجودة ناس كتير جدا من ناس موجودين سواء كان مسلمين غير مسلمين حيلقوا وظائف.
انا بسال مش كده، لان معظم المنظمات العامله هنا بيعمل اعلان ويندم ويب سايت اهميه الاتصال كوميونيكيشن مش كده. منو دخل في ويب سايت بتاع دبليو بي؟ منو دخل في ويب سايت بتاع يو ان اوشا؟ منو دخل في ويب سايت بتاع معدل المنظمه المتحده؟ انا ما بتكلم مش كده. منو دخل في ويب سايت بتاع يونيسيف؟ منو ده مش كده صح؟ هتلقى مش كده. ده محتاجه مش كده الكلام هو كان بيقوله، والكلام ده برجع لي ما برجع لاي زول ثاني. واي زول انا كنت داير انه الفكيشه اللي يكون موجود مش كده، انا كنت داير انه الكور يكون موجود على اساس انه التحديات اللي واجهتنا. يا ترى يا جماعه من الاموال اللي لقيناها كم مش كده، كم من الاموال ديل خدتناه عشان اهل كوادرنا الموجودين؟ بسيط، يمكن فتره بسيطه، يمكن اخونا جماعه تومبي وطارق حسن مش كده، ده كان مش كده. يمكن معتصم، وانت كنت مع منو يا معتصم؟ مع علي. دي were trained from MSF مش كده، قدم لهم هنا وتاخذهم ذا كلاسر ان لوجيستيك كلاسر مش كده. ده اسئله المهم في في السؤال، انه اهميه تاهيل الناس مش كده عشان يقدر يستفيد في الحاجات الثانيه ديل. ده حاجه بسيطه بس في اللجنه يعني. فيمكن وقت اهميه التواصل كده، هو جاب لك مهما كانت المنظمه وفي حاجات مجد الفوق معناته يسندوا ماتيريال كده، بغض النظر عن شنو يعني كده. انا طبعا بقول لك الكلام ده ليه؟ لانه في سؤال توجه مش كده، فمحتاج في التحديات. يمكن انا بشكر اختي اللي قبل ذكرت هونربل، ذكرت هنا انه الاتحاد الداخليه مش كده، التحديات الداخليه بيساعدنا. ويمكن ده من ضمن الاهداف اللي هنا هدفنا به، انه اسلام الجليف كيف نقدر نستفيد من خبراته لحد ما وصل الدرجه ده. اول حاجه ده النقطه اللي قال تاهيل مش كده. اثنين، انا متاكد في كفاءات مش كده، يعني في كفاءات حافظ جامعة جمعة الدكتور ياحي موجود يعني مش كده، في كفاءات ممكن يدير منظمات يمكن لغويا بتاع شنو، لكن عشان تأهل ناسك ذاته عشان يكون له كومبتنس ده محتاج شغل، يعني لازم يبقى في اموال مرصده لتأهيل بتاع الناس بتاعتك. يمكن ده حاجه بسيطه انا داير اذكره في خدم اللجنه يعني. اخونا في كان واحد واقف هنا، شاب اللي كان واقف، شاب كان واقف وخلاص، وبعدين انت وطبعا بالنسبه للاسلاميك ريليف بينزلوا اعلانات ما حدش بيقدم، بياخدوا اللي بيقدم على الويب سايت. اوكي طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الله. انا يعني في اشياء مخالفه كلام شباب. اولا واحد من التحديات، majority of Muslims in South Sudan are Arabic pattern. What? Arabic pattern. They taught in Arabic. Even in our schools there is a need to employ English teachers from Christian dominations in order to facilitate our duties. يعني ممكن تعين مسيحي وهي بيكون ماسك شغل كمبيوتر اي حاجه عشان شنو بيكون ما عندك مسلم يعني، وكثير ده من التحديات. عامل اللغه انه دور، نعم اسلامي ريليف وهو منظمه اسلاميه لكن شغال بانجليز، بلس نحن مسلمين خاصه في جنوب السودان نحن ما بنعرف اندايركت جوب، يعني انا ممكن اشتغل بمجال الانساني لكن بورا عمل الاسلامي. نحن دايرين شغل دايركت اسلامي خلاص، اي ورك اونلي ثرو مسلم كوميونيتيز، لكن مع ناس ثانيين دير ترين. انا بنزي انا من 2015 اخذت 5 كورسز مع مسيحيين كيف تعيش في دوله او في اسره مع ديفرنت دومينيشنز، لقينا كلام كثير يعني. سو نحن دايرين تدريب كثير من المجتمع عندنا بفكر انه
الامكانيه ده الامكانيه المهم انسان كان عندك زول اللي بيفكر كويس هو اللي بيجيب قروش والمجتمع بتاعنا في جنوب السودان especially rural areas is controlled by non muslims مسلمين كله هاجروا في towns وكلام ده اللي جيت حتى في واو قال في before 100 years كان واو اسلام لكن الناس كله طلع وكانايس مش عاسس ببرا so tomorrow these people from outside they will come and control the towns نحن ما عندنا strategic plans عشان كده لابد أن نتحمل جزء من المسؤولية منظمة الإسلامية مهمة بتاع إسلامي ريليف طبعا هو إسلامي لكن كمان قبل كلام الدكتور أن في مشاكل داخلة ممكن يكون مرتبط مع سياسة الماشي ومنظمة كيف أصلا ما يسكروا يعني عشان كده ده بيقى يعني تكنيكال بلان من المنظمة جاهز الناس كويسين تاب تاب قدم له وبقدم هنا كمواطن not a Muslim إن هو زار خايف على نفسه بقدم جنوبي قدم لكن inside you know yourself ده من أشياء ال نحن دارين نشتغل بنفس الفورمولا otherwise دارين نشتغل شغل بطريقة إسلامية ما عندنا إمكانية so we are arrested in mind even وده كله المشاكل أنا دكتور تابتر لكن ناس أنا بشتغل أستاذ ناس كتير بس أنا بشتغل أستاذ بنشغل بتاع أستاذ شغل إنسانية in our schools نبدرس ناس مسلمين وغير مسلمين and they love our schools even minister they used to tell their children to our Islamic schools معناته أخلاق الكويس جابوا ناس تانين نحن أهم شيء ممكن نشتغل 2 years there is some بتاع الإسلام we want to delete الفكرة القديمة اللي كان بيقول مسلمين إرهابيين like Mahad and so forth is Muslim schools based their funding لكن حسب بيشتغل لمسلم وغير مسلم and also they used to employ even non-Muslim teachers and the staff as a nice day بفكر والله كلام اللي انتو بيقول في الشارع انه اسلام اسلام كويس because of Islam and Hassa Murta they used to pay me equally with the other colleagues the message اللي احنا دايرين نرسل لازم نغير الفورمولا بتاع المعاملات وين احنا كعندنا امكانيه we just create sub NGOs NGO mukin be isim bita bari be isim bita dinga but at the end of the day we are targeting something anukta al akhir munazama al islamia ma biro gidam ma be hibu na man to gul very strong men ma kois they want weak people lakin zol al daif ma be yahmi mushoro hatta nas al insani den man biro fi mahal al nas bi mut few and they are saving people there so nihna derin in my side I only stand with the human resources development yes thank you we body let afikra beta insania and we will form even NGOs to support people from the other parts of Africa thank you very much thank you اخد جاي الشيخ قمر بعد كده الشيخ جمعة ثلاثة اول شيء السلام عليكم في بداية حديثه رحب بالضيف هاني والاخ مرحب بكم في الدار بتاعتكم منظمة الدعوة الإسلامية انا يمكن كلام الاخوان كله يعني داير اشيل بس خلاصه من اخواننا اللي قدموا الكلام ده اسئلتهم الفائته داير اقول كالاتي نحن من خلال حديثك عن التحديات بالنسبه للتحديات بتاعتنا داخل جنوب السودان نحن مجتمع يعني سبحان الله نحمد الله نحن خلاف الدول الاخرى يعني ما عندنا مشكلة في الحتة بتاعت شنو بتاعت كثرة الأديان يعني حسي أي زول هنا فينا ما في بيت ما بيخلو من شنو من الدينين يعني الحتة دي سبحان الله نحن اجتزناه على المستوى بتاع الأسرة الفاميلي تحت لكن لما تجي على مستوى المجتمع أو المؤسسات بتاعتنا بنلقى في معضلة نحن مجتمع بتاع جنوب السودان عندنا المشكلة بتاعت الفقر
عندنا المشكلة بتاعت عدم التعليم، عندنا اللي هو الجهل السائد ده، عندنا مشكلة الحروبات الدائرة المستمرة، وعندنا أفظع سرطان عندنا في جنوب السودان القبلية انتهت مننا تماما. انتوا كناس سبقتونا في المرحلة دي، وأكيد في دولكم في نفس الحاجات دي. أنا دايراك تدينا خلاصة اكتشتوا من الحاجات دي كيف نبدأ بشنو عشان نقدر نرفع المجتمع بتاعنا المسلم بصفة خاصة للمرحلة اللي انتوا وصلتوا ليها. شكرا جزيلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا طبعا كان لي الشرف أنه أنا وأخوي خميس سنداني أنه نستقبل أول زيارة للدكتور هاني البنا لما جاء الجنوب، وكان شغال في الساوثرن سيكتر، وأول زيارة له للجنوب قبل الاتفاقية كنا أنا وخميس سنداني استقبلناه وطفنا حتى المدرسة اللي ماشي على القيادة هو اللي صان المدرسة، وزورنا مستشفى الصباح وزورنا حتى بنرحب بك إن شاء الله يعني من 2005 وحتى 2020 يعني بعد 15 سنة نلتقي إن شاء الله يعني. أنت فعلا في محاضرتك صراحة لمس كل الأمراض بنعاني منها كمجتمع، خاصة المجتمعات المسلمة. وأنا كنت بفتكر أن الأمراض دي عندنا هنا، لكن أنت لما تحدثت عن أنك كنت في القاهرة وتكلمت ولقيت أن المسلمين بيميلوا إلى الزعيق بصوت عالي أكثر من ده، فأنا عرفت أن هذه الأمراض هي أمراض مشاعة يعني بين المجتمعات المسلمة. طيب الإسلاميك ريليف، وإنت تحدثت عن المؤسسة وعن الفلسفة بتاعت المؤسسة وعن الأهداف بتاعت المؤسسة، وإنت عرفت أن المسلمين يعانون من الأشياء اللي إنت قلتها يعني، والإخوة كلهم قالوا أن المسلمين صراحة قدراتهم ضعيفة إمكاناتهم ضعيفة، بيحتاجوا إلى أنك لأنه دي مسؤولية دينية يعني. إنت الآن بتشتغل عمل إغاثة من خلال الدعوة غير مباشرة للدين الإسلامي، إذن هذه المسؤولية بتملي عليك أنك أيضا تفرض برامج خاصة في أنك تبني قدرات المسلمين بالتحديد يعني على اعتبارهم يرتفعوا ويصلوا إلى المصافة اللي أنت وصلت له يعني. فهل عندك في خطتك الموجودة، هل عندك برامج محددة تجاه القطاع المسلم؟ أنت طبعا بتتكلم عن الحيادية وعن الشفافية وعن البتاع، هل في برامج؟ لأنه أول شخص كان يشتغل هنا ما أتذكر اسمه، لكن أتذكر اسمه اللمين، كان حاجة الأمين ذا فيرست بدري في 2005، لا اسمه حاجة الأمين سوداني محمد الأمين، أول شخص مسك مكتبك هنا كان اسمه محمد الأمين. فمنه الشخص الثاني كان شخص مسيحي، وحصل نفس الجدل يعني الناس قالوا إيش معنى هذا، دي مؤسسة حاملة اسم الإسلام لكن اللي بيشتغل فيه غير مسلمين. والآن أنت عرفت من الواقع أن المسلمين بيحتاجوا إلى بناء قدرات، بيحتاجوا إلى برنامج خاص في أنه يرفعوا من قدراتهم في إطار النشاط الإنساني اللي أنت قايم به. وكلهم أشاروا أنه لأول مرة يلتقوا هذا الرجل، ونحن حضرنا آخر ورشة عملها هناك مع الكنيسة ومع المنظمات الدينية حول الرؤية المشتركة للمنظمات، وإحنا حضرنا يعني. فأنا بسأل هل عندك برامج خاص في تجاه المسؤولية الدينية اللي عندك تجاه المسلمين في أنك ترفع قدراتهم، في أنك تأهلهم في أنهم يقدروا من خلال النشاط الإنساني، من خلال النشاط الإنساني يقدروا يبدلوا الإسلاميك فوبيا اللي أنت قاعد تذكرها، وده نشاط عام موجود يعني. بارك الله فيك. طيب بس في السؤال بتاع الأخت المحامية أرد عليه، لأن هو أهم شيء في العمل المجتمعي حاجتين، التعليم بكافة أنواعه. أنا هكون قاسي في الكلام اللي أنا هقوله عشان مش هكون عاطفي. التعليم مش مهم يكون تعليم حكومي، ممكن يكون تعليم مهني، لأن التعليم ده معناه إيه؟ أنا عايز أخلي الإنسان قادر على الكسب، قادر على الكسب إلى أن يأتي جيل بعد كده هو اللي ينشئ المدارس الكبيرة والمعاهد والكليات إلى آخره. فأنا في رأيي الشخصي
في المجتمعات الفقيرة جدا محتاجين أول شيء نعمله استراتيجيا عمل أسواق، عمل أسواق وتحويل الفرد المواطن إلى فرد قادر على الكسب، سواء كانت امرأة في البيت أو شاب إلى آخره، لأن احنا عندنا بطالة. أنا لا أدري مستوى البطالة قد إيه في جنوب السودان، هل هي 20% 30% أكثر أو أقل، الله أعلم. لكن الشباب لو ما كانوش قادرين على الكسب هتتطرفوا وتحولوا للإرهابيين أو هيخشوا في المخدرات والدعارة إلى آخره. فأهم حاجتين يا أخت فاطمة، اسمك إيه؟ سهيلة. يا أخت سهيلة، أهم حاجتين السوق الشعبي، السوق الشعبي واخد مبني على الانتاج في البيت او الانتاج الزراعي. احنا ليه رايحين برا نجيب اكلنا من كل حتة؟ هو انا متكلم منتهى الصراحة، انا عندي ارض وعندي مية وعندي مناخ جيد وعندي حيوانات، ليه ما كنتش انا منتج؟ انا ليه بستنى؟ بعدين خلي بالكم احنا ليه عايزين نبقى زي التانيين النهاردة؟ انا اول شيء عايز اعمله ان انا اخلي فيه دخل لكل فرد، واخلي فيه مهنة لكل فرد، سواء المهنة دي في الحدادة في النجارة في الكهرباء او بعض الشباب اللي ممكن يكملوا التعليم العالي والجامعات. بس انا بتكلم لو انا صاحب القرار دلوقتي، زي ما الكلام ده انا قلته كتير جدا مع السوريين من سنين، يعني من حين ما بقت القضية السورية، قلت لهم احنا مش قادرين نعلم كل الاطفال، في اكتر من 2 مليون طفل او اكتر ما دخلوش المدرسة. اطفال كانوا فيه على الفيسبوك ولا على اليوتيوب كلمة الله مش عارفين يقروها، اطفال عندهم 8 سنين و 9 سنين و 10 سنين يقولوا احنا شفنا الكلمة دي في الجامعة. طب اقراها يا ابني، مش عارف يعرف الف ولا اللام. فانا عندي مشكلة كبيرة جدا اللي هي مشكلة التعليم، اي نوع من انواع التعليم. وانا اسرة غير قادرة على الكسب، فما بين السوق الشعبي والتعليم المهني بيكون ده المحور العمل بتاعنا عشان ابدأ. الامر اللي هنا مهم جدا، لابد ان احنا كلنا كمواطنين ننادي من اجل استقرار السلام في ساوة في جنوب السودان، لان من غير سلام في اي مكان في العالم لن يكون هناك تنمية ولا تعليم ولا تأهيل ولا اي شيء. فلابد كلنا الحمد لله ان في فرصة جديدة دلوقتي، لابد ان نتحالف مع كل الجمعيات وكل المواطنين وكل الاتجاهات الموجودة في البلد على اننا نحافظ على ديمومة واستمرار واستقرار هذا السلام. لان لو ما فيش سلام زي ما حصل في الخمس ست سنوات اللي فاتت هنروح فين؟ في عندنا ما لا يقل عن 6 مليون نازح بلاجر، صح؟ اللي راح اوغندا واللي راح كينيا واللي راح السودان في الشمال واللي راح اثيوبيا واللي هنا نازحين داخل الايه المناطق المختلفه دي كلها. ليه؟ لان في خايفين على حياتهم وحياة اولادهم. كم من مئات الالاف قتلوا في الحروب دي كلها. يبقى احنا عندنا دورين يا اخت سهيله، الدور الاول يبقى عندنا رؤيه استراتيجيه في عمل تعليم سريع يستطيع ان هو يبني. انا ليه اجيب عمال من بره يبنوا لي عمال بناء او عمال كهرباء او عمال سباكه وياخدوا فلوس قد كده، وانا اولادي ما عندهمش الوظيفة، والامر ده سهل يتعمل. يبقى لازم يكون توجه ان انا ابدأ بالتعليم المهني. ده مش معناه ان ما علمش الاطفال التعليم العادي بتاعكم او التعليم الجامعي، لا، بس انا بعمل فيه شريحة معينة داخل المجتمع لابد ان اعلمها حرفة. وعشان اول بناء الاقتصاد يا اخت سهيلة هو قدرة الانسان على الكسب، قدرة المواطن على الكسب يبدأ هو بناء الاقتصاد، مش قدرة الإنسان على الاستهلاك. في دول كبيرة يا أخت سهيلة بتحاول تغير كل الشعوب من شعوب منتجة إلى شعوب مستهلكة، عشان ما نسميه دي مالتي ناشنال كامبانيز، ولا اللي عايزة تبيع لك أي شيء في أي حاجة. أنت أصلا مش عارفة أنت بتاكلي إيه وهتشربي إيه وهتلبسي إيه، خدت بالك؟ فدي سياسة عالمية اللي هو العالم الجديد، اللي هو النظام العالمي الجديد، عايز كل الشركات العابرة للقارات تتحكم في اقتصاد الدول دي بانها ترمي عليكم اشياء رخيصة عشان انتم ما تنتجوش اي شيء. فلابد احنا نكون فاطنين،
يبقى الامر لابد نعد بالنواجذ على السلام السلام، وبعد كده هو نبدا بما انا ضد اي مشروع كبير يتعمل لان هيكلفني وانا ما عنديش قاعده مؤسسيه لسه الدوله ما بنتش المؤسسات بتاعتها، لسه المجتمع المدني في الدوله ما نماش وما نضجش، فالدوله محتاجه انها تستقر في السلام فتبني مؤسساتها التشريعيه ومؤسسات البرلمانيه مؤسساتها الحقوقيه مؤسساتها كل هذه الاشياء. وبعدين احنا محتاجين برضك نتعلم كمؤسسات عشان نبني قدراتنا احنا ايه كجمعيات عشان نساعد الدوله في استقرار الامن والسلام داخل ايه البلد. فده بالنسبه لرايي. الاخ اللي كان بيتكلم انت كنت بتقول سؤالك ايه؟ انت عرفته الله الذي لا اله لو عندي فلوس اعملها لك بكره. ما هو هو دي هاف ا بروجرام فور كاباسيتي بيلدينج. لان هو المشكله في ايه؟ المشكله في ايه دلوقتي يا اخي الفاضل؟ يعني امر الدوله. المشكله حاليا دلوقتي المانح، عشان بس اقول لك حاجه ثانيه، المانح بيدي فلوس للاغاثه بالدرجه الاولى حتى المنح الدولي، وتلاقي الميزانيه بتاعت الكلام بتكلم عنها بسيطه جدا في الموضوع. ليه؟ لان في 6 مليون نازح وفي امراض وفي ميه وفي مشكله في الميه ومش فالشيء الموجود حاليا ان جنوب السودان فيها عدد نازحين كتير جدا، فاغلب المنح التي تاتي من المانحين الكبار والدول هو الاغاثه. انا كنت بتكلم امبارح ولا في الخرطوم يعني، ان انا شخصيا عندي فكره جديده ان انا من اموال الاغاثه اخد 30%. مش المفتي موجود هنا؟ اسمع دي بقى، هتسمع. من اموال الاغاثه اخد 30% عشان ابني مجتمع و70% اشتغلها في اغاثه. ده فكري. ليه؟ لان انا لو في الوقت اللي الفلوس بتجيلي بمئات الملايين ما صرفهاش كلها، اخد جزء منها 20% 30% ابناء القدرات عمل. يعني مثلا كنا بنتكلم امبارح في المناطق الامنه في السودان او في جنوب السودان اللي هي الاكواتوريا اللي هي الايست اسمها المنطقه دي كلها اللي في الجنوب اللي هي فيها يعني الصراعات موجوده في مناطق مختلفه، والحته بتاعت الجنوب دي والشرق والغرب دي بتاع الاكواتوريا دي بيكون فيها ايه ممكن اشتغل فيها تاهيل تدريب تنميه. في نفس الوقت في حرب في الشمال، مش في الشمال يعني السودان، يعني في الشمال في ما في وراب ولا في يونيتي ولا في كذا ولا كذا، ده ما بس انا مش مانح، وللاسف انا مش مانح. سياسه المانح يا اخ امر الدوله بتفرض عليا ان انا اشتغل في منطقه بتاعت يونيتي علشان في نازحين، ده المانح بيقول لك كده. خد بالك، اتمنى لو الاغاثه الاسلاميه ممكن اجي تاني وثالث ورابع، بس انا مش متخصص خاصة في كتابة المشاريع، لكن ممكن نحاول نجيب لها دعم. You can find somebody to come to stay for a week to train you how to write a project. إن شاء الله. أنت بس أنت قصير قوي. الحمد لله. هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بس أنا يعني قصير قوي يعني. مرة نعمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. جمعة تومبا منظمة الدعوة. أنا رحب أخونا الدكتور يعني خبير عمل إنساني وأخونا مصطفى مدير مكتب جوبا للإغاثة الإسلامية عبر العالم. وهذه فرصة كويسة عشان يلتقي مع الدكتور يعني، وفرصة كويسة عشان إنه نسأل الدكتور بالاستفهامات الموجودة عندنا يعني تجاه منظمة يعني كما سبقنا باشمهندس في السؤال قبلك عن رؤية، كنا عايزين نعرف رؤية الحقيقية بالنسبة ل للمنظمة إغاثة الإسلامية عبر العالم. هذا واحدة. اثنين، أي منظمة أصلا أي عمل غالبا يكون فيه هدف عام ويكون هدف خاص. كنا عايزين نعرف إنه هل في هدف العام بالنسبة للمنظمة ولا تقديم عمل إنساني أينما يوجد في إفريقيا، افتكر هدف عام، لكن هناك هدف خاص.
هل موجود هذا الخاص؟ وإذا موجود هذا الخاص هل رعاية وتقديم خدمات تقديم تأهيل المجتمع المسلم هل ده بتدخل في هدف الخاص؟ ده بالنسبة لسؤال يعني. كما تفضل أخونا بس مهندس قمر الدولة 2005 أول ما جاءت المنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم هو نعم 2004 وأمكن أخونا بس مهندس الآن هو كان وزير في حكومة هو ساعد لإعتماد وتسجيل المنظمة لأنه هو مسلم. الآخرين كانوا عندهم رؤية في أنه المسألة ده ما بيجي، لكن أخونا بس مهندس الحمد لله أنه هو بهنكته يعني قدر أنه يثبت المسألة ومنظمة تم اعتماده في جوبا يعني. زي ما ذكر أخونا بس مهندس أول مدير لمكتب المنظمة هو اللمين. أول ما جاء هو كان لوحده وأمكن يعني مجموعة من الشباب المسلم يعني كانوا في جوبا، احنا صاحبنا في انه نسهل له عمل. اول عمل هو كان جنبه هو كان تقديم اضاحي بالنسبه للبتارة وامكن للمره الاولى وحتى سكان جوبا بما فيهم حكومات يعني هم ذاتوا استغربوا في انه المنظمه قدم تقريبا 100 راس بقر وكنا نفذناه هنا يعني. لكن اتفاجئنا بعد ذلك انه قلنا خلاص دي فرصه كويس منظمه جديده فممكن نخلي شبابنا المسلم اللي عندهم كفاءات عندهم مؤهلات ممكن يقدموا للبتاره يتم استوعابهم ككوادر عامله في منظمه. اكيد فاجانا قال لا 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 ما عندنا عمل ده. اخونا اللمين قال لا ما في كلام زي ده. احنا ما بنعين مسلمين كمان عندنا طرق معين لتوظيف كادر في المنظمه يعني. ده كان عمل لنا صدمه حقيقه يعني. وانا زي ما انا ذكرت انا في منظمه الدعوه الاسلاميه مع اخونا الدكتور جابر الدكتورين احنا بنسعى في انه نخلق فرص لتاهيل ابناء المسلمين بصفه خاصه يعني لكن زي ما اتكلمت عن التحديات التحدي الكبير اللي ممكن يواجه الناس هو مال واحده المال. زي ما انت ذكرت تفضلت في حديثك انه المانع هو بيسترد قروشه ده انه يعملوا حاجه الفلاني ما يمشي حتى الفلاني. فأنا أفتكر إنه أنت الآن على رأس المنظمة وفي نفس الوقت إنه رئاسة المنتدى الإسلامي. هل ما الإنسان غلط هل ممكن بطريقة أخرى ممكن إنه تستقطب مال لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالمجتمع المسلم؟ من ضمنه زي ما تفضل اخوتنا في 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 كلامه انه تاهيل المسلمين، هل ده ممكن؟ وانا بقول كلام ده لانه قبل سنه او 2017 جانا اخواننا من تركيا متمثل في هلال التركي، هلال التركي جاء وقع مذكره مع الصليب الاحمر. وانا انا انا بصفه خاصه انا بعتبره معظم المنظمات الموجوده في جنوب السودان. والموجودة في جوبا عملهم الخاص عند النصر النصرانية في وسط الناس يعني عمل تنصير يعني عمل تنصير أولا ثم بعد ذلك عمل الإنسان حاجة تانية يعني. أخواننا دي بعد ما اتفقوا مع أخواننا الصليب الأحمر في إنه هم يجلبوا المال ويسلموه للصليب الأحمر ثم بعد ذلك الصليب الأحمر يقوم ينفذ المشروعات المفترض إن كان مياه ولا صحة ولا أخرى يعني. فالحمد لله قعدنا مع أخواننا في هلال الأحمر كلمناهم إنه المال الآن الجاد اللي بيجي من تركيا هو مال جماعة من المسلمين كان هي صدقات ولا زكاة، كيف إنه تدي المال للمؤسسة تعمل في تنصير المسلمين؟ كلامنا ما أصلا ما بخش هنا يعني. فلذلك أنا برضه بقول لأخواننا في مكتب الإغاثة الإسلامية عبر العالم إذا زي ما تكلم الدكتور خميس في إنه المال اللي بيجي للإغاثة هو صدقات وزكاة، إذا كان صدقات وزكاة فالأولى كان المجتمع المسلم يستفيد منه يعني خلافة يعني ممكن 70% خلي المجتمع المسلم يستفيد منه ده و 30% للآخرين. أنا أفتكر إنه مسألة أنا بحتاج لإعادة النظر. بارك الله فيكم. أول حاجة بالنسبة للرؤية
أو زي ما الأخ تكلم عن الرؤية، الرؤية بتاعتنا احنا في الإغاثة الإسلامية لما بدأنا كان مساعدة الناس، واحنا خدنا الاسم الإسلامي علشان نجعل المجتمع الدولي يحترم كيف يتعامل مع مؤسسة لها تقاليد وعادات وقيم إسلامية. وحصل حوار كبير جدا جدا على تغيير الاسم في منتصف التسعينات، ورفضنا نغير الاسم، خاصة في الوقت ده في التسعينيات كان في تفجيرات في باريس في الأندر جراوند في القطارات، ورفضنا رفضا تام نغير الاسم. وخبرك في مشاريع بتعمل للمسلمين يعني بالدرجة الأولى، اللي هي مشاريع الأضاحي ورمضان والزكوات ولباس العيد إلى آخره. المجتمع اللي احنا بنعيش فيه هو مجتمع الحاضن للإغاثة الإسلامية، ومجتمع أوروبي ومجتمع مسيحي. وأنا بكلمك منتهى الصراحة ليس بعاطفة، لو كانت الإغاثة أنشأت في دولة غير أوروبا ما كانت نمت النمو اللي احنا فيه دلوقتي. واحنا شايفين دلوقتي كتير جدا من منظمة الدعوة دلوقتي تعاني من المانحين التقليديين اللي كانوا بيدوها بالملايين زمان، عشان تغيرت سياسة الدولة وأصبحوا ممنوع تحويل أموال من كثير من الدول العربية لمنظمة الدعوة. فاحنا بنراعي المجتمع اللي احنا بنتعامل معاه. كون بقى بعض المؤسسات الكنسية أو بتكسر القواعد بتاعت الإنسانية، دي مش مشكلتي، دي مشكلة المهمة. يعني هقول لك حاجة، صلي على النبي. لما جينا أنا في وراب في 2004 أو 2005، بعض المؤسسات اللي هي غير مسلمة كانت بتشتكينا للي هو الجيش الشعبي أو اللي هو الحركة الشعبية، وتقول لهم واحنا خلي بالك اخترنا فقط مشروع المية، لم نختار تعليم أو صح، عشان ايه ما يكونش تعاملنا مع الناس مباشرة، لان احنا عندنا حساسية من حكاية نقولك انت قعدت مع الأطفال تعليمهم بقى انت ايه بتحاول ايه تأسلمهم. ومع ذلك راحوا اشتكوا للحكومة. تعرف الحكومة قالت لهم ايه؟ انا طبعا بذكر بالخير يعني ادوارد لينو والجماعة دول كلهم. انا قابلت ادوارد لينو في 2003 في نيفاشا، هو سامسون كواجي وياسر عرمان ومين تاني واليو ونيال دينج نيانج الى اخره الى اخره، عشان نقول لهم حاجين اشتغل. قلنا اهلا وسهلا. تعرف قال لهم ايه للمؤسسة الأخرى دي؟ قال لهم الإغاثة الإسلامية مؤسستنا، ملكوش دعوة بيها. لأن هم شافوك وأنت بتشتغل إن أنت بتوصل المية لمسلم ومسيحي وواحد ما عندوش دين، ما شافوش إن إحنا بنعمل حتة معينة دون حتة إيه منطقة. لذلك بعد 20 سنة أو 30 سنة من العمل بتجد مؤسسات الأمم المتحدة بتعطيك الأموال دي في وسط الجو اللي فيه اسلاموفوبيا. هو اسمه ايه؟ يا اخ جمعة. في دلوقتي حملة كبيرة جدا على كل العمل الانساني الاسلامي، وعلى رأسه الاغاثة الاسلامية. ده مش بس من اشخاص او مؤسسات، ده حتى من دول. فكونك تحافظ على بقاء المركب بتاعك ده في وسط التلاطمات في البحر والعواصف، ده لوحده تحدي غير عادي. لان اعداء اللي بيضربوا العمل الانساني الاسلامي من بني جلدتنا، انا مش عايز اقول اسماء الدول، من بني جلدتنا وللاسف يعني. وتقارير بتتكتب انا مثلا مصنفني اكتر من مره، واللي كاتبين التصنيفات دي مسلمين. طب ما تسيبونا في حالنا، مش عايز حد يشتغل، مش عايزين حد ينتج، مش عايزين حد يعلم الناس اللي هو الوعي. مش الوعي ارقى دركات في 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 العمل المجتمعي اللي هو الوعي؟ مش عايزك توعي الناس لانهم فسده، عايزين يسرقوا مقدرات هذه الشعوب. اول شيء يعملوه يقوموا زيحينك انت من المقصد. هم دلوقتي زعلانين جدا 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 ان احنا بنفتح المجال للمؤسسات الاسلاميه تخش الامم المتحده عشان تتعامل. دخول الاماكن دي يا اخواننا كلنا مش من السهل. يعني احنا عملنا الإغاثة الإسلامية في 84، عملنا المنتدى الإنساني في 2008،
عملنا حاجه اسمها منتدى الخير الاسلامي في 2010. منتدى الخير الاسلامي في بريطانيا اللي بيجمع المؤسسات الاسلاميه كلها مع بعض. منتدى الانساني اللي بتتكلم عنه ده بيعمل بناء جسور ما بين المؤسسات الاسلاميه بتتكلم عنها زائد المؤسسات غير الاسلاميه زائد الحكومات زائد المؤسسات الدوليه. فعشان احنا نقوم بيه يا اخ جمعه واحنا ما عندناش امكانيات، احنا كاننا احنا ريشه في مهب الريح، او كاننا مثلا خشبه في وسط السونامي والسونامي بياخدها الف، فلابد نبقي الخشبه ولابد نبقي الريشه. وحتى لو كنت من كام يوم مع المؤمن العام بتاعكم اسمه والله لا الامين العام اللي هو اسمه السفير 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 عطاء المنان، مش هو الامين العام؟ تعرف قال ايه في الجلسه؟ قال بفضل الله سبحانه وتعالى احنا خرجنا لان بدانا دلوقتي تدخل المؤسسات الاسلاميه الانسانيه في كافه المحافل الدوليه سواء في الاتحاد الاوروبي او في الامم المتحده او مع الدول، وده بفضل الله سبحانه وتعالى المنتدى الانساني مش لشخص معين. فشوف يا اخ جمعه صلي على النبي، تغيير المناخ ما بيتحصلش بين عشيه وضحاها. عشان نغير المناخ بتاع العمل الانساني في العالم بتاخد عشرات السنين، واحنا مشينا في المسيره دي من 25 سنه الى ان اصبحت تدعى لكل المحافل الدوليه كثير من المؤسسات الاسلاميه سواء كان في اوروبا او امريكا او الشرق. احنا هدفنا بقى دلوقتي ان انتوا تدعوا مش احنا بس اللي ندعو. وانا بكلم بمنتهى الصراحه يا اخوانا الامكانيات مش موجوده حتى عندنا. تعرف يا اخ جمعه مش كده؟ ميزانيتنا قد ايه في السنه؟ المنتدى الانساني ما بتكملش 150,000 دولار. 150,000 دولار ما بنعرفش نجيبها كمان. لكن بنحاول نجمع من هنا وهنا وهنا عشان نعمل مؤتمرات ونعمل ورش ونعمل الحاجات دي كلها. واخد بالك؟ بس احنا ماشيين ازاي يا اخ جمعه؟ ان احنا بنحاول نغير المناخ اللي يسمح لكل واحد منكم يكون له دور وحق ان طالب بحقك. طالب بحقك هنا وانت في جوبا وخش اماكن الامم المتحده واعرف تتصل بمين وقول له انا عايز احضر الاجتماع. مش هيقول لك لا. بس تكون بتعرف تتكلم انجليزي او الى اخره الى اخره. جزاكم الله خير. كويس انا هندي فرصتين لانه الدكتور عنده ارتباطات ثانيه. ده عنده ارتباطات ثانيه. هندي فرصتين يمكن ندي المفتي وندي زول رفع دكتور ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. ما هو جاوب هو حنرب له. هو قال بيحاول انه في ال كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما أعرف كنت عايز أسأل الدكتور هاني وجينا مندفعين لأنه الاسم ارتبط بالبنا، فقلنا عسى ولعل عسى ولعل أيوة خلاص الحمد لله. حقيقة نحن بنشكرك للتوضيح ده وصحيح ان احنا في جنوب السودان في 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 عمل الاسلام فيه ماشي على قدم الوساق، نحمد ربنا على ذلك. نحمد نقول ليه؟ لانه في فتره من فترات وقت العمل الاسلام الممنهج كان يفتش مدير مدرسه عشان يشتغل شغل اسلامي من داخل انه يجيب كوادر مسلم. هسه نحن بنتكلم انه رئاسة الدولة فيه ما يقارب اثنين ولا ثلاثة ناس على مستوى بتاع اتخاذ القرار في الدولة هنا. فنحن كمسلمين نحمد الله على ذلك. زي ما انت ذكرت انت جيت 2004 هنا الوضع يختلف تماما. ونحن الهدف كله من الإقاصة ده هي الحرب ده. أدونا 3 سنة أن نحن نصدر من هنا للمنظمة بتاعكم ده العالمية ده هنديه إن شاء الله من عندنا في جنوب السودان. يا رب يا
ان شاء الله والله، لانه الميزانيه الخجوله اللي انت ذكرته ده عندنا نحن مثلا في ولايه جوبك هنا وشمال على النيل بيكفي المسلمين ده كله. ده حقيقه نحن بنقوله. عندنا ما يقارب 3 مليون فدان بيزرعوا مسلمين، وزكاتهم كم؟ اكثر من الميزانيه الخجوله اللي انت قلته لنا. الشيء اللي احنا دارين نتكلم فيه نحن مثلا في ولايه جوبك هنا اسلاميك ريليف اللي انت ذكرته هسه، عندنا مشروع جربناه بمشروع صغير بتاع ختان، ختان بتاع ابناء مسلمين وغير مسلمين، للان ما قدر ينجز منه ولا قال لنا شكرا لما المدارس فتحت. فده من السلبيات بتاع منظمات الاسلاميه زادوا، يعني هسه نحن بنحبب المنظمات الغير اسلاميه لانه رغم الرؤيه بتاعه واهداف بتاعه لكن نحن بنستفيد منهم. زي ما ذكر باشمهندس قبيل انه يعني انا ما اعرف هو عشان هم شغالين في اطار ضيق هنا، لكن ما مشوا زي شمالانين قالوا ده مسلمه كان بيقول له شيل قاصك ده فوت بيو، لانه بيجوا بيهدمهم هنا. لازم يكون في صفه، لانه اسم الاسلام ده ما تخطوا فيه كويس لو اصلا انتوا ما قادرين تعمل كنترول للانسان مثلا الشغال معاكم. السؤال بتاعي انا ميزانيه ذكرت 150 الف ده دولار ده والله انا ما اعرف، يمكن يكون مواصلات بتاع مؤسسه معينه. فالشيء انا بقوله انه اسلاميك بتاعنا الموجود هنا يمكن ناس بسيطه يعني بعرفه، لانه خدمات بتاعه اللي بيقدم الانسان المسلم في جنوب السودان وخاصه في ولايه جوبك ده تكاد تكون صفر. وشكرا جزيلا. طبعا يعني بالنسبه للتدريب بس قبل الاخوه ما يتكلموا هنحاول نكلم الاغاثه الاسلاميه تشوف هل في عند الامم المتحده برامج للتدريب تحاول تعمل لكم تدريب ان شاء الله. خلاص في حد ثاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكرك أخينا وعمنا وخبيرنا دكتور هاني في دارك الثاني من منظمة الدعوة الإسلامية. حقيقة تنويرك عن العمل الإنساني في أفريقيا والتحديات اللي بتواجهه من حيث ما ذكر، أنا أفتكر إنه فايت وكامل، وده بينعكس للتحديات اللي بتواجه المؤسسات الإنسانية العاملة في دولة جنوب السودان. أنا حقيقة لو شفت العنوان العمل الإنساني في أفريقيا والتحديات very sound title، لكن وقت قرنت مواقعنا لقيت إنه العنوان ده مفروض يتعدل للواقع. نعم من الواقع، يعني مفروض تكون تحديات العمل، تحديات التي تواجه العمل المؤسسات الإنسانية في العمل الإنساني بجنوب، لأن أفريقيا كبيرة وتطرقت حول العالم بما فيها أفريقيا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. فجملة التحديات الذكر هي بتمسنا هنا، لكن بعد ذلك في تحديات محلية وخاصة كل المؤسسات الإنسانية العاملة في مجال الإنساني. فأنا ممكن أذكره في النقاط التالية. أول حاجة عدم الاستقرار الموجود في البلد، إلى عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني هي واحد من التحديات اللي بتواجه عمل إنساني في المنطقة يعني. وبالتحديد بتواجه المؤسسات، وما إنه مؤسساتنا الإنسانية العاملة هي مؤسسات وطنية محلية
بتاخد دعوم او فاندينج من المنظمات التوعية الموجودة الدولية. في ذلك ايضا هنالك اشكالية في كيفية الحصول على التمويل لتنفيذ المشاريع. زمان اوكي انا هختصر بس. طيب بعدك هذكر النقاط التحديات الموجودة. عدم الاستقرار السياسي والامن الموجودة ده واحد من التحديات اللي بتواجه العمل الانساني. في عدم الثقة الكبير بين المؤسسات العاملة مع المجتمع. هي مشكلة كبيرة جدا محتاج لها معالجة. في إشكالية بتاع عدم الشفافية في التعامل بين المؤسسات العاملة في المجال الإنساني وحتى مع المجتمع المحلي. هي تحدي موجودة. وعدم الشفافية بتشتمل على عدم الشفافية الإدارية الموجودة في المؤسسات وشفافية مع غير المؤسسات الإنسانية الموجودة في إطار العمل الإنساني. الانهياز. الانهياز أيضا واحد من التحديات الموجودة. يعني مسألة كبيرة جدا. كثير من المؤسسات العاملة الآن الإنسانية بتتعامل بانهياز يا سياسي يا فكري يا معنوي يا حسي. هي إشكالية محتاجة لها. مشكلة التمويل هي من أكبر التحديات اللي بتواجه المؤسسات العاملة. فأنا أفتكر إنه محتاج إنه تخلق شراكة بين المؤسسات الوطنية مع المؤسسات الدولية الداعمة في العمل الإنساني. مهم جدا في الحتة دي يعني. حتى ما إنه بعد ذلك تسير الأمور كلها يعني. لأنه المقصد النهاية في النهاية هي المجتمع. والمجتمع هي المجتمع المحلي. الناس تتكلم في تدريب ما فيها كفاية. وجزاك الله خير أنت قدمت كلمة. والحمد لله أنا أفتكر إن كلمتك مسموعة محترمة. وبنقبل بها يعني. وبنتمى في المزيد. بنتمى في المزيد. 30% إن شاء الله المرة الجاية هتبقى 60% بإذن الله. فالمسألة بتاعت التدريب ده أنا أفتكر مهم جدا 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 جدا. ده خلاني أنا كلامك الأخير خلاني أسحب كلام كنت أدير أقوله فيما يختص بالمنظمة إسلامي ريليف. لأنه في حد ذاته إسلامي ريليف عنده تحديات في كلامه اللي قاله فينا في تحديات يعني بتواجههم. فأنا أفتكر إنه حقه نتعامل في 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 الجو ده. يعني طيب هل ممكن استوعب ده الواقع الموجود؟ لأنه أنا بتكلم الكلام من منطلق بتاع نوفمبر لاست نوفمبر كويس. أنا كنت عايز أخونا الأمين كان يكون موجود يعني لأنه attended one of the functions. في المل... في 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 الفانكشن ده لقينا المنظمه بتعامل بالمنظمات الكنسيه اكثر من المنظمات الاسلاميه. احنا مشينا مثلا جزء من المنظمات الاسلاميه الموجوده لكن وجدنا انه المنظمات الاسلاميه الموجود الكنسيه الموجوده العامله والبتلقى دعم مباشره من المنظمه كان كبير جدا. فقط منظمة واحدة إسلامية وكان عاملة في مجال إنساني مقابل 5 منظمات وطنية محلية كنسية. فأنا أفتكر هل ده بيتساوى مع الأهداف والفيجن اللي تقولتها ولا ده في إطار تاع استراتيجيات للبقاء؟ فأنا من هذا المنطلق أنا برضو أدوم صوتي لبعض أصوات أخواني اللي قالوا هنا. حقيقة إحنا محتاجين
محتاجين ومحتاجين بشدة جدا للتدريب وتدريب نوعي عشان ما ندخل في دائرة. ده واحد. اثنان، المنظمة العاملة أنا أفتكر بندو شوط شكري برضو قاعد تقدم خدمة للمجتمع، ما بنم في ذلك موسمية لكن برضو بتصل المجتمع كويس، والناس ما يبخسوا في أشياء الناس يعني. أنا أفتكر إنه بتقدموا وحقه نشيد على ذلك. فنتمنى إنه تعاون ده وشراكة بين المنظمة مع المنظمات الوطنية تقوي جدا، وإن كانت عبر منظمة دعوة الإسلامية فليس في ذلك شك يعني. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنا كنت قلت ثلاثة تفاعل لكن العدد بيزيد. خلاص سلسلين بجيبتين وبجيبتين. لو في زول حاجة بعد كده يكتب ورقة يعني. يكتب ورقة يجيبه للمصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشكر لله تعالى أولا وآخرا، والشكر موصول لفضيلة الدكتور الخبير دكتور هاني رئيس المنتدى الإنساني بلندن، و فخور اليوم نكون معه ونستمع واستفيد من حديث فضيلته في التحديات العمل الإنساني في إفريقيا وبين قوسين كما سبقني الإخوة جنوب السودان. أنا أريد فقط أن أوضح نقطة، أن ما كنت عايش أن أتكلم، لكن خلال المداخلات الكلمات التي طرحت جعلتني أن أطلب الفرصة لوضح هذه المسألة. كثير من الناس لا يعرفون أو لا يفهمون معنى قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمين، عالمين ما سوى الله عز وجل فهو عالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة من خصائصه ومن الأمور التي كلف بها أن يكون رحمة لجميع الخلائق. ولذا يقول العلماء قديما وحديثا أن خلاصة مفهوم دين الإسلام على قسمين، خلاصة مفهوم دين الإسلام على قسمين. القسم الأول عبادة لله، والقسم الثاني الإحسان إلى خلق الله. إذا تتبعت الآيات أتجد هذا الكلام مجسدا حيا، وإذا اطلعت وقرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أتجد ذلك مجسدا في حياته عليه الصلاة والسلام. ولذا إن القيام بالعمل الإنساني في دين الإسلام أمر موجود ومطلوب من المسلم أن يقوم به، بل نحن كنا نقول وما زلنا نقول نحن الأمة تجاوزنا مسألة الإنسان البشري ومشينا إلى الحيوان. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، تحسين. النقطة الثالثة، الناس بيفروا أو بيضعوا على عمل الإسلام خطوط سوداء، أو بيضعوا العمل الإسلام في ما يسمى بالدفتر أو الدفاتر السوداء. هو في الناس بيقول ده تنفير،
في الناس بيقول ده تحجير، في الناس بيقول ده تقويس للعمل الإسلامي، لكن كده انت لو فهمت كما قلت في المنطلق الأول أن الإسلام فيه جانب الإنساني، فإذا عملت بما ذكر فضيلة الدكتور في التحديات، في حاجة جمع اسمها يسمى بأصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة يا دكتور يحيى، وانت من الناس عارف الكلام ده، في المنظمة في مجموعة اسمها أصحاب المصلحة، هؤلاء إذا قالوا عنك أي شيء هم رسلك لهذا العمل. أصحاب المصلحة هم المستفيدون من هذا العمل، وأيضا الممولون. أنت فقط مصلحتك إلا من باب التوصيل، أن توصل هذه الرسالة. فإذا أصحاب المصلحة رضوا عنك بهذا العمل، ولن يرضوا عنك حتى يكون عملك على الشفافية لديهم، وبالتالي والله إن التحديات التي تعطل وتعوق كثير من عمل المنظمات جزء منها من المسلمين أنفسهم، وأنا أقول معذرة من المسلمين أنفسهم. فأسأل الله جل وعلا يا دكتور أن يوفقك وأن يبارك فيك، وزي ما ذكر الإخوان لا بد من التعليم، لا بد من التأهيل، لا بد من التهريب من التدريب لتنقل هذه الخبرات لإخوانك لينجوا في هذا العمل. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها معذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر واحد نعم. الله شكرا. لا لا ولا أقل من خمسة. أقل من خمسة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. شكرا ومرحب بالدكتور هاني، وزي ما قال أخونا قمر إحنا استقبلناه في 2005، الآن مضى يمكن 15 سنة. فأنا حقيقة عندي تساؤلات يعني، وأنا كنت أتمنى إنه الكلام ده يكون بدري، لأنه لما كنت في منظمة الدعوة هنا الإسلامية حقيقة أنا كنت متابع هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية عبر العالم، أنا كنت متابعهم شديد يعني في شغلهم، وقابلت المدير اللي كان هنا كان يوغندي كان مسلم، وبعد ذاك جاء فضل كان في كينيا وجاء هنا، وفي في الخرطوم برو جاء هنا، التقيت بهم حقيقة ناقشت معهم نقاش طويل وحاد وبصراحة شديدة يعني، لكن كلهم كان بيلزلي المشكلة دي كله زي ما قال أخونا خميس، وفي كام هنا تكلموا في نفس المواضيع ده ما داري كرروا، كله لزوا المشكلة دي كله إنه الكلام ده هناك في بريطانيا وما ما حيقدر يعمل حاجة، لأنه كنت كان تحدي يعني. وما للأسف التحدي الأكبر أنا كنت لقيت معهم لحد جلسنا، هم عايزين غير المدير اللي هنا لما كان قاعدين في حي ملكان ده كان أخونا فضل هو ماشي، ودار يجيب آخر، وقال لي شخصيا رشح لي 3 نفر مسلمين، فعلا قدرت أسعى وألقى 3 أسماء مسلمة، وأنا كنت واثق إنه في 3 ديل إمكانياتهم كل 3 يستطيع يشتغل هذا الشغل يعني، لكن مع الأسف فوجئت إنه جاب واحد مسيحي، حقيقة عملية صدمة شديدة جدا يعني، وما كلمني ولا بلغني تاني وفات، وخدت الماسك المكتب وفات يعني. ده للكلام اللي قاله أخونا خميس كلام كان واضح شديد، وده كان ملاحظات تاعتي حتى هم في المؤسسة
في المنظمة بتاعتهم هيئة الإغاثة عندهم نفرين فقط المسلمين سواقين وسواق ومكنيك سواق ومكنيك ومن السودان. حقيقة حكاية كان مؤلمة. حتى أنا قلت لهم يا جماعة حقه شيلوا حكاية هيئة الإغاثة الإسلامية ده شيلوا برا، بس خلي هيئة الإغاثة للعالمية خلاص، بس أكل وبس. وأنا أفتكر ده شغل الحسة للدكتور هاني شغالين أكل إغاثة وبس، لكن الناس بيدي إغاثة وبيدي شيبة ورا. هل ده موجود ولا ما موجود؟ يعني ما ممكن إحنا بس ندي إغاثة كده بالهبل زي ما دايرين والأكل كله زول وما عندنا أي، أنا ما أعرف المردود شنو؟ ماذا نستفيد من الشيء الهائل ده؟ يعني كان في رمضان كان في أضاحي شغل هائل جدا. هما يمكن أول مرة جاء قعدوا معي هنا، أما التنسيق فضل كان قاعد دي أول مرة جو هنا كل المنظمات قعدنا معهم، لكن شايفين هما ملقلقين شديد يا جماعة. إحنا والله الكلام أنا قلت لهم واضح إنه اللي بطريقة دي حقه يشيل اسم الإسلام ده برا، لأنه كده تعمل له تشويش. يعني زي ما قال أخوان هنا لما نجي نشوف المنظر ده ويسمى الإسلام أنا أفتكر بيكون فيها شكوك ذاته، حتى الما مسلم هو ذاته حيكون في شك، صحيح الناس دي مسلمين ولا عايزين يغشونا؟ دي الكلام اللي بيحصل. فحقه أنا أفتكر هم يراجعوا الهيكل وال شنو بتاعهم شنو بتاعتهم القانون بتاعهم كله يراجعوا الكلام ده، على اساس انه الشغل ده حقه احنا نربطه بالاسلام، لانه احنا مش بس عدم التعليم، عندنا جهل في الاسلام ذاته، جهل عن الاسلام. طيب احنا نتكلم عن الاسلام وعندك جهله مسلمين كتار، وده تجربه وقعنا به اخونا قمر، مشينا كاجوكاجي كتار الناس جوا مسلمين، لكن بقول لي احنا مسلمين لكن ما عم نعرف اي حاجه عن الاسلام. شوف المصيبه دي كيف، هم مسلمين وواقفين وقوي وما هيتنازلوا لكن ما عارفين اي حاجه عن الاسلام. شوف الصدمات دي كيف. فهل احنا نرضى بس نودي شيء ساكت كده؟ زي ما قال اخونا صحيح عباده ويتعامل انسان يتقدم، لازم يكون وراه حاجه الانسان ده ذاته انا بديه عشان يستفيد. ادروايز الله يا اخي الاسم ده يشيلوه برا، يعني عشان احنا ما ننزعج ساكت زي ما قال اخواني هنا بيجي عامل لهم مشكلة في الرأس ذاته، فهمت؟ فده شيء مهم جدا، يعني الدكتور هم يراجعوا الكلام ده على أساس إنه ناس فعلا لما تقدم شيء يكون معروف. التجربة هنا لقيناها في 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 كاجوكاجي برضو، يعني إحنا منظمة الدعوة الإسلامية قدمنا مشروع بتاع المياه فقط، مشروع المياه بس، حفرنا أبيار، أخونا قمر كان معانا وكان في ناس مشينا حفرنا يمكن 10 بير باسم منظمة الدولة الإسلامية وباليافتة. والله الناس دي المسلمين والما مسلمين ردوا نفسهم وقالوا الكلام ده من بدري، كان كلنا بقينا مسلمين. الموية بس الموية وفي يافتة جاي يعني منحة من قطر من بحرين افتكر، يعني اغلبهم كان من دول اثنين دوله دي. فالناس كله قال والله يا اخي انتوا شغلكم ده لو بطريقه دي كان كلنا بقينا مسلمين في كاجوكاجي. يعني فانا ما اعرف هل وراء شغلهم ده الانسان ده بس ياهو ساكت ما في اي شيء وراه عشان احنا نقتنع به، انت تشتغلوا بعد كده كما تشاؤون، يعني عشان زول ما يمسك شيء في راسه. يعني هسه الناس دي الكتار هنا ماخدين اشياء كثيره عن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية حول عبر العالم ده، والحمد لله أخونا موجود. أنا حقيقة قبل الجلسة دي كم مرة يعني وجهت واحد من الأخوان إنه يعمل لي لقاء معه هو مدير الحالي، أنا ما شفته ولا بعرفه، لكن قلت له أمشي كده أعمل لي موعد، أنا دار أمشي ألاقيه دار أعرف هل هو مسلم ولا غير مسلم، لأنه الشغل ده يا أخوانا زي كأنه نحن ذاته في المسلمين ما عارفين اتجاهنا وين. هل شغلهم ده مربوط عمل دعوي ولا برا من الدعوة زي بتاعتنا هنا منظمة الدعوة الإسلامية، ونحن ياو قاعدين في الجنوب ما في زول حبشنا لحد الآن، احنا بندعو عديل للدعوة يعني إسلام مباشر وغير مباشر. يعني شوف الموية ده عمل لنا يعني
حكايه كبيره جدا حتى في الخرطوم، حتى المنظمات اللي جات مجلس في مؤتمر بتاع شنو ده مجلس الامناء كان حكايه كبيره جدا. كلهم امنوا ان يا اخي نديكم اكبر كميه من الابار عشان تحفروا في كل الجنوب. فاشياء دي يا اخواننا لو انت ما عارف شنو الاهداف الخاصه دي، دي مشكله. فاحنا نتمنى انه تعدلوا. واهم ما فيهم كله 15 سنه، هل انتم ما عارفين انه الناس دي دايرين تاهيل 15 سنه؟ وانتم عارفين الكلام ده من قبل 15 سنه. الكلام ده ما مفروض يتم الليله، ما مفروض يشهدوا الليله، يكون قبل 10 سنوات، قبل 8 سنوات. لكن الله اعلم بقى، احنا ما عارفين فيهم شنو. لان اخواننا اللي هنا في الخرطوم وفي نيروبي، انا حقيقه اتكلمت معاهم كلام قاسي جدا، كلهم كانوا بيتهربوا بلزوا الكلام ده كله في بريطانيا، انه دي الناس دي هناك والله ما حكايه انه ده اسلام وكده، لا مو ما دايرين بشغل عادي بدون تمييز. ده كلام ما بيركب في راسي طبعا. شكرا. علشان طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاح سليم. ومعليش يعني أنا جيت باليونيفورم ده، أنا ما عارف يكون كيف يفسر، لكن الإسلام هو الإسلام، في يونيفورم في غيره دي قضية. بحاول أكون في كلامي مختصر، أو زي ما بيتحدثوا الانتلكشوال. يعني أنا داير أمسك العنوان العمل الإنساني في إفريقيا، وجزا الله دكتور يحيى يمكن تكلم عن الحتة دي شوية، زي أكبر يفترض كان الناس تكون في المحور الناس الفيو، ثم رئيس المنتدى الإنساني. الدكتور كان بيتكلم إنه المنتدى الإنساني وليس الإسلامي. حسيت من كلامه إنه بيتكلم في شمولية عن العمل الإنساني بمجمله، وزي خدت تحديات. أنا أتفق معه تماما إنه فعلا العمل الإنساني بمجمله بيواجه تحديات. وأنا أول لي تاريخ بهذه المنظمة وقع علي ورق كان بتاع وسيل. في ناس كتير ما بيعرفوا وسيل، لكن دكتور رينج بيعرف وسيل. ومن ضمن أوراق وسيل لقيت هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وبرضه ما كنت فاهم. 2005-2006 شاءت الأقدار أنا أكون مدير مكتبه لي، وياني اللي هو وزير الدولة الداخلية، هو كان اللي هو كان الرئيس الفخري لوسيل تقريبا في المناطق. أليو أليو وياني أليو أليو أي، فكان هو ماسك المنظمة بتاعت أوسيل في المناطق المحررة، وده المحل اللي أنا لقيت فيه ولنا. فجيت وأراب في 2007 اندهشت، لأنه لقيت كمية من المضخات فيه شعار بتاع إسلامك ريليف. وبعدين كان المدهش إنه برضو يهو نفس الدهشة الخشة فيها خميس، إنه مدير المنظمة كان في وأراب كان مسيحي، فطبعا كونتردكتنج يعني شيء طبيعي. لكن تفهمت من خلال كلامه عن الإنسانية وأي عمل إنساني يفترض يكون برودن. بس في حاجة بسيطة دكتور، وأنا بفتكر إنه ده واحد من تعقيبي. أنا أتفق معك إنه والله مسألة التعليم وبناء القدرات شيء مهمة جدا. أنتوا قدرتوا تخترقوا الآفاق بشعار الإسلامي ده وتصل الأمم المتحدة، وده شيء تسابريشيتد. لكن الجدلية القائمة في وسطنا ده الآن اقترانا باسم المنظمة، وما ما موجود هنا يا جماعة. أنا بنتكلم عن العمل الإنساني في إفريقيا والتحديات والمنتدى الإنساني، لكن لأنه في شخصك مربوط بالإغاثة الإسلامية. ومشكلتنا معاك مشكلة إنه اسم المنظمة مغرونة، واحد غوث ثم إسلام. الغوص ده ما عندنا فيه مشكلة، تجيب وتدي من تشاء، ولكن الإسلام ضوابط وخلق ودين، ودين نصوص، والنصوص شرعة، والشرعة تطبيق لو أنا صحيح. دي الجدلية الموجودة الآن. حقيقة يمكن أي أبريشيت إنه ظهور الاسم المسلم ده في أي منتدى عالمي، لأنه دي مشكلتنا. وأنا حقيقة لما ندافع عن الإسلام بدافع عن الإسلام في ظل المرحلة، يعني بشوف نفسي
في الإسلام في ظل الإسلامفوبيا، الإسلام في ظل القاعدة، في ظل داعش، في ظل النصرة، في ظل الوضع الآن الناس بينظروا لنا نحن كيف. فأنا بفتكر دي حاجة مهمة، ويمكن أنا في بعض الرؤى حتى لو بختلف مع بعض الناس لكن بتفق مع دكتور هاني، لأنه نحن لو ما نظرنا لنفسنا كمسلمين في ظل الصراع الدائر ولا إله إلا الله بيقتل في لا إله إلا الله والكلام اللي قاعدين نشوفه في التلفزيون وفي الحاجات الغير، ودي بتكبر عندنا إشكالية في مخاطبة العالم. أنا دار أقول باختصار إنه نحن الآن في جنوب السودان، خليك من إفريقيا الكبرى دي، ويمكن 3 يوم مضى وحتى الآن الحكومة ما استوت، بعد السلام أصبح واقع وبرضو واقع عثر، لأنه لسه ما معروف شكله هينتظم لحدي، ولكن إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى إنه السلام ده يكون هو سلام دائم ونقدر إحنا نستغير فيه. وبفتكر إنه العمل الإنساني مجال واسع، حتى التعليم والتدريب ده جزء منه كبير جدا جدا، لكن أنا بفتكر إنه مطلوب منكم خلي الغوث الإسلامي في المنتدى الإنساني، لأنه الإنسانية بتتطلب معكم الآن إنه الناس تقف مع جنوب السودان، لأنه سنين الحرب سواء كانت ما قبل ثم من بعد والبعد المتكرر 13 17 18 و2020 بيحتاج إنه العمل الإنساني يقف مع جنوب. طيب أنت براك وقطعت الحديث في مسألة بناء القدرات، وده باب لأنك في المحافل الدولية لك منبر، فأنا بفتكر في منظمات وفي أعمال وفي شراكات ذكية في إطار العمل الإنساني ممكن بواسطة توفق إنه تقيم دورات لرفع قدرات المسلمين، ونحن بنتفق في هذا إنه الإسلام هو دي مظلتنا، الغوص دي ما حاجة، لكن الإسلام اللي بيجمعنا ده إحنا دارين نستفيد من خبرتك في هذا المجال. عايز أقول مع رفع القدرات دي دايرك تنتبه لحاجة مهمة جدا وإنت قلت عنها، بتتكلم عن الأسواق الشعبية، وأنا بتكلم عن شراكات إنتاجية ذكية، شراكات إنتاجية ذكية. بلدنا ده موعود وبكر، فما عاد في شكل المنظمات اللي إنه مسألة الدعوة ونقعد تحت الراكوبة ونلقن القرآن والنداء، هو جائز، ولكن نحن نفكر في إنه نخلق إنسان مسلم قوي يمتلك قدراته، يمتلك قراره، يعرف ينافس ويعرف يقدم الإسلام بصورة أمثل. عشان كده أنا برجو الحتة بتاعت الشراكات الإنتاجية زي كده تكون ده معبر، وممكن بواسطة منظمة الدعوة في شكل مزارع، قطاعات إنتاجية في الألبان، البلد دي خيراتها لا توصف، بس محتاج تفكير، وده الكلام اللي أنت بدأت به حديثك يا دكتور. شكرا جزيلا. قبل ما ندي فرصة يا جماعة، قبل ما ندي فرصة للدكتور هاني، ان احنا مع جماعه هنا مش كده، ولما نقطع كلام ونجي تاني لانه هو عنده ارتباطات تانية مش كده، انا بفضل نخلص وان احنا الجماعه ذاته نصلي جماعه صلاه جماعه يعني جماعة مش كده. دي اقتراح يعني، على اساس انه لانه فاضل 3 دقيقة للاقامه مش كده، اقامه الصلاه يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو طبعا اغلب الكلام الذي قيله هو بناء القدرات، بناء القدرات، وده هو الفاصل القاسم المشترك الأعظم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقنا ونجيب فند ونرجع مرة ثانية نعمل برنامج فقط لبناء القدرات، لأن كان جزء من تأسيس المنتدى الإنساني العالمي هو رفع كفاءات المؤسسات المحلية. أنا يا شباب جاي هنا، أنا خلاص يعني تقاعدت وتركت كل المراكز الكبيرة اللي أنا كنت فيها، فأنا مش رئيس الإغاثة الإسلامية دلوقتي، تركتها من زمان وتركت مؤسسات تانية وبترك مؤسسات تانية وتالتة ورابعة. فأنا بعمل دلوقتي يا فضيلة المفتي وإخواننا كلكم أن أنا ألف أنقل اللي عندي إلى أن أكتشف لو حد عنده فلوس يجيبها هنا هو عشان نعمل برنامج لبناء القدرات، يبقى شيء جيد جدا إن شاء الله. فلو احنا هنلخص اللي هو الامر بتاع نتيجة الحوار الاولوية،
كيف نبني قدرات مؤسسات المجتمع المدني السودانية في جنوب السودان، المحلية في جنوب السودان. ده بالنسبة لي هو، بالنسبة لي هو التطوان. قاعد جنب أخونا، أخونا مصطفى، كل شوية بقول له بناء القدرات بناء القدرات. إحنا مربوطين في حاجات كتير جدا. أنتوا عايزين يعني يكون لكم من الحب جانب المؤسس التبرع العربي والمسلم ما بيدفعش فلوس لبناء القدرات، بيدفع بس فلوس الأكل. لما تحصل مصيبة يدفع فلوس، لما تحصل كارثة يدفع فلوس. أنا بتكلم منتهى الصراحة، أنا تعبت يعني، بقالي في العمل ده قرابة 40 سنة، ياما شفت وياما الحمد لله اتضربت على قفايا، مش كده بقول كده، وياما وياما وشفت أيام حلوة كلها حلوة، لكن حتى المتبرع العربي لا يؤمن باللي أنتوا بتتكلموا عنه. العالم الغربي بيقول ايه؟ بيقول والله دلوقتي السودان مصنفة عمل إغاثة جانب بناء القدرات. فأنا أعدكم لو ربنا أكرمني أجيب قرشين نعمل دورات لبناء القدرات عشان بس نكون عمليين. جزاكم الله خير، وأقيموا وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم. أنا صليت المغرب كمان مش الظهر والعصر. يجوز يا مولانا نصلي المغرب قبل العشاء؟ يلا. واحد صلاح. طيب يا اخوانا، خير وختام لبرنامجنا ان شاء الله قران كريم والشيخ يوسف بربري. ما ختمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.